ما يعوضني الذهاب هذه العبارة الموجودة في مدرجات فريق نادي الوصل، الفريق اللي يحضر جمهوره بينما غياب تقريبا كبير لجمهور نادي بنياس، مع ان المباراة في ملعبهم، مع ان المباراة في أمسية جميلة من أمسيات الشهر الفضيل الذي أيضا نتمنى أن طبعا الشهر فضيل التهنئة للشعب الإماراتي للدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. انطلاقة المباراة الآن، صافرة عمر العلي الذي يدير مباراة اليوم، هي رابع مباراة يحكمها بالمناسبة لفريقي الوصل وبنياس، وانطلاقة المباراة بنياس اليوم بالضنحاني في المرمى. يحضر مرة أخرى خميس صالح، خميس المهيري، ساشا اللي سجل هدفين في مرمى الوصل في الدور الأول، جواو فيكتور، جاستون شوارز، فواز عوانة، أحمد أبو ناموس. يبدأ مباراة اليوم تاولنت المقدوني، يوسف نيكيتي اللاعب الحاضر في المباراة، وسهيل النوبي. هذه تشكيلة فريق نادي بنياس، طبعا يريد الفوز في مباراة اليوم. الفريق اللي خسر آخر مباراتين وما سجل في آخر مباراتين، خسر أمام العين وخسر أمام النصر في المباراتين ما سجل، خسر بهدف، وبالتالي يريد العودة في مباراة اليوم وأن يعود أمام الوصل وأن يسجل الفوز أمام الوصل وأن يسجل فوز أول على الوصل متصدر الدوري بلا خسارة. فلا شك أن هذا ما يفكر فيه بنياس ومدرب السلوفيني طبعا ميلانيتش في مباراة اليوم. الوصل بلونه الأصفر المعتاد، السناني في المرمى، هذا المهيري الذي يبدأ مباراة اليوم مكان الكوري الذي يغيب عن مباراة اليوم، رودريجو أوليفيرا في الجهة اليمنى، عبد الرحمن صالح في الجهة اليسرى، يوسف المهيري كما ذكرت مع سفيان بوفتيني قلبي الدفاع، بينما نيكولاس خيمينيز بوبليتي وسياكا سيدي بي وعلي صالح، إضافة إلى كايو كانيدو يبدأ مباراة الليلة، وفابيو ليما خطيرة الأولى في المباراة، وعند حارس المرمى خالد السناني تبدأ المباراة الآن، وأبو ناموس اللي عنده هدف في بطولة الدوري الآن كان وراء الكرة الماضية. مباراة تنطلق، والوصل في كما ذكرت في مباراة اليوم، بينما طبعا فريق نادي بنياس، هذه انطلاقة لعلي صالح، علي صالح في أفضل حالاته مع الوصل، مرور في الأولى، الثانية ملعوبة بصورة إيجابية، فهد الضرحاني في مرمى فريق نادي بنياس في مباراة اليوم، خميس صالح، خميس المهيري، ساسا كما ذكرت، جواو فيكتور، جاستون سواريز، فواز عوانة، بوناموس، تاولنت نيكيتي وسهيل النوبي. هذه التشكيلة لأصحاب الأرض في مباراة اليوم. في محاولة من سواريز، طبعا نيكولاس خيمينيز الارجنتيني اللي عنده سنتين مع بنياس وعنده السنة الأولى مع فريق الوصل اللي يلعب ضد فريقه في مباراة عاطفية، لأن المباراة تقام في ملعب طبعا بنياس هنا في الشامخة. هذه الكرة عند حارس مرمى السناني، الأهداف طبعا مفترض أن تكون حاضرة في لقاء الفريقين، حسابات الوصل طبعا بعد الخسارة الكبيرة أمام فريق نادي الوحدة في مسابقة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي برباعية نظيفة، ودع المسابقة، الآن طبعا يلعب يعود للدوري، وعنده أيضا بطولة أخرى كأس رئيس الدولة، سيقابل سيقابل الجزيرة في مباراة كبيرة في الدور ربع النهائي، والفائز من تلك المباراة سيقابل الفائز من العين وكلباء. الله الله الله، الوصل مركز في الدوري، الوصل مركز في الدوري، الإمبراطور يبغي الدوري، جماهيره تبغي الدوري، تبدأ الفرصة الأولى، الفرصة الأولى لليما ما يضيعها أمام المرمى. الوصل مركز في الدوري، الوصل يبغي الدوري، الكرة اللي لعبت بهذه الصورة، نعم من كايو أكانيدو، عمل مجهود وجاب العرضية في هذا المكان ما يضيع، في هذا المكان ما يضيع، هدف العاشر في الدوري، هدف العاشر كذلك
في شوف هذه الكرة العرضية والكل كان متقدم إلا هو إلا ليما. تركيز كبير، الوصل يبغي الدوري، الوصل مركز في الدوري، وجماهيره سعيدة بعد البداية الأولى، بعد البداية السريعة جدا عند الدقيقة الخامسة فقط من انطلاقة المباراة، من انطلاقة المباراة يتأكدون من الهدف في الفار، لكن الهدف يبدو سليم، الهدف يبدو نعم ما في شيء، يعني ما في تسلل، ما في خطأ على كايو، الكرة وصلت إلى ليما، الهدف يحتسب والمباراة الآن. وكنت أقول، كنت أبغي أقول قبل الهدف بأن مبارياتهم دائما فيها أهداف، مرتين فقط بدون أهداف، 2022 كانت في زعبيل بدون أهداف، و2011 كانت التعادل السلبي فقط الوحيد عندما يتقابلون هنا في شامخة. المباراة تنطلق الآن والوصل يتقدم الآن بهدف عن طريق فابيو ليما، فابيو ليما اللي عنده، صار الآن عنده 12 هدف في مرمى نادي بنياس، طبعا منهم هاتريك في مباراة الفوز الكبير 5-1 كانت في زعبيل، لكن هذه المباراة تنطلق والمباراة الآن فيها هدف طبعا، والهدف المبكر منتظر جدا أنه يعطي المباراة طابع كبير، طابع أيضا بنياس لا يريد أن يستمر في مسلسل الهزائم في المباريات الأخيرة، ويعلم بأنه في المركز العاشر، ويعلم أيضا بأنه مهدد بصورة كبيرة لأنه فقط في المركز العاشر، وهنالك طبعا الفرق الأخرى القريبة منه، ولذلك هذه المباراة على قدر كبير ما بين المتصدر صاحب المركز العاشر في دوري أدنوك صافرة من جانب عمر العلي الحكم الذي يدير مباراة الرابعة للفريقين. بالمناسبة في المباريات الثلاث هذا الرجل اللي معانا في الصورة فاز الوصل مرة، فاز بنياس مرة، تعادلوا 2-2 في مباراة الأهداف الأربعة في 2015، وكانت أول مرة يدير مباراة. هنا الخطأ على جاستون سواريز والخطأ لصالح هذه طبعا اللعبة الثانية اللي فيها جواو فيكتور، لكن هذا سواريز اليوم طبعا اتقابل مع زميله اللي طبعا جاي معاه من الارجنتين من ارسنال سرانداي، اتحدث عن نيكولاس خيمينيز الذي ذهب للوصل يلعب مباراه الليله. هذا الرجل السلوفيني يجد نفسه الان في وضعيه ليست جيده، ان تتاخر في ملعبك ما بين جماهيرك بهدف، والوصل طبعا يتقدم الكل في الدوري، يتقدم الكل في تركيز كبير في طبعا عندما يتعلق الامر. مباراة بدايتها جيدة للفريق المتصدر، الوصل ب 39 نقطة، يريد الوصول للنقطة رقم 42، عنده 12 فوز، عنده 3 تعادلات في 15 مباراة، عنده أيضا سجل لازال خالي من الخسائر، خسارة الوحيدة كانت في مسابقة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، لكن الهدف رقم 12 لصاحب القميص رقم 10 تقريبا ما خلى مرمى، ما ترك نادي، ما ترك شباك إلا وزارها. أتحدث عن أليما، الكرة جميلة من جانب بابو بليتشي في الجهة اليسرى، استقبال جيد من جانب عبد الرحمن صالح، ولكنها طالت وتحولت إلى رمية تماس في الكرة الماضية. الوصل بالمناسبة الشباك نظيفة في آخر 3 مباريات، 1-0 في مباراة النصر، 2-0 في مباراة الإمارات، 2-0 في قمة الكلاسيكو الكبير مع الشارقة، وبالتالي نعم عكس هذا الرجل طبعا اللي نتائج الأخيرة ليست جيدة كما يعلم عاشق السماوي. عندك سيل النوبي عنده هدف واحد، واحد فقط في بطولة الدوري. الحضور في مباراة اليوم الوصلوية أكثر في ملعب الشامخة هنا في بنياس، يشعرون يعتقدون بأن الإمبراطور ربما يصالحهم ويعود إلى الأيام الخوالي، هكذا يعيشون هذه الأيام. أتحدث عن جمهور الوصل، الجمهور الذي رفع اللافتة طبعا التي فيها طبعا حب كبير للإمبراطور للوصل، انطلاقة في هذا المكان عن طريق هذا اللاعب اللي هو أبو ناموس جواو فيكتور، عرضية خطيرة والإبعاد، وسهيل النوبي استقبال جميل، الله حلوة، الله حلوة، حلوة من فواز عوانة، من فواز عوانة الوحيد المتبقي من
فوز فريقه ببطولة مجلس التعاون الخليجي عام 2013 كان إنجاز لبنياس. هذه الكرة اللي كان ممكن نعم فواز عوانة ورحمة الله على شقيقه طبعا في الشهر الفضيل رحم الله دياب عوانة طبعا اللي كان حاضر في 2013 وكان من المساهمين في تتويج بنياس بلقب بطولة مجلس التعاون الخليجي. لكن أتحدث عن مباراة تنطلق بصورة إيجابية من جانب المتصدر تحديدا. الفرصة الأولى سجل منها لعمل كبير من جانب كايو كانيدو. اليوم بالمناسبة لا أدام ديالو يبدأ مباراة مع الوصل ولا كذلك حارس بيروفيتش يبدأ مباراة اليوم. وبالمناسبة أربع تبديلات في جانب الوصل عن تشكيلة الفريقين في الدور الأول. يعني لا يبدأ طبعا سالم العزيزي الغائب عن فريق رودريجو أوليفيرا يبدأ مباراة اليوم. ما شارك في المباراة الأولى كأساسي إليكس بيريز يغيب عن مباراة اليوم. يوسف المهير يحضر في مباراة اليوم. علي سالمين موجود في قائمة البدلاء. بدأ مباراتهم في الدور الأول ما كان سياكا سيدي بي ما بدأ تلك المباراة. وأخيرا كايو كانيدو هذا الرجل يدفع به على حساب حارس سبيروفيتش الذي لعب مباراة الفريقين في زعبيل في الدور الأول 3-2. لا يبدأ مباراة اليوم. أربع تبديلات من جانب الإمبراطور عن مباراة الدور الأول بينما فقط تبديلين لمدرب نادي بنياس ميلانيتش عن تلك المباراة التي خاضها وخسرها في زعبيل. وقدم مباراة كبيرة بالمناسبة فقط حسين عباس الذي شارك في تلك المباراة قلب دفاع. خميس المهير يبدأ مكانه في مباراة اليوم مع هذا الرجل. وأخيرا جيرالديس البرتغالي كان قد بدأ تلك المباراة في خط الوسط واليوم يبدأ مكان أحمد أبو ناموس. هذه فقط هذا التبديل فقط الثاني في عن تلك المباراة. لكن الوصل بداية جيدة. بنياس أيضا يريد أن يعود للمباراة ويعلم بأنه إن أعطى الفرصة لهدف ثاني لنادي الوصل فإن الأمور ستكون صعبة وصعبة جدا في مباراة اليوم. هذا خميس صالح إسماعيل الوالد طبعا كان مهاجم زمان. طبعا أتحدث عن بنياس الذي حقق بطولة كأس رئيس الدولة على حساب النصر في عام 89 مع المدرب العراقي الكبير عبد الوهاب عبد القادر. كان ذلك الجيل لكن هذا جيل مختلف. هذه محاولة لكرة الأمام تلعب محاولة من جانب كايو كانيدو صانع الهدف صانع الهدف. وبالمناسبة كايو كانيدو أيضا عنده علاقة جيدة بشباك مرمى فريق نادي بنياس لأن كايو كانيدو عنده 9 أهداف كاملة. هو صاحب القميص رقم 9 وعنده 9 أهداف تاريخية عندما يلعب مع الوصل ضد فريق نادي بنياس في بطولة الدوري. صاحب صناعة الهدف الوحيد في المباراة الآن لزميله فابيو ليما الذي وصل الآن إلى الرقم 12 من الأهداف فقط في بطولة الدوري أمام فريق نادي بنياس. انطلاقة من جانب خميس المهيري لساشا عنده هدفين في الدوري الهدفين في مرمى الوصل في زعبيل. كل أهدافه الاثنين سجلهم في مرمى الوصل في زعبيل. 3-2 مباراة مثيرة جدا بالمناسبة في الدور الأول. هذا اللقاء آخر في الدور الثاني. هذه محاولة من جانب غاستون سواريز. هذا ساشا إيفكوفيتش. هذا خميس المهيري الشاب الصغير الذي يبدأ مباراة اليوم مع المدرب سيد ميلانيتش المدرب السلوفيني. مواجهة سلوفينية الصربية بالمناسبة في مباراة اليوم. وبالتالي نعم نحن أمام مباراة أخرى في أجواء جميلة في شهر فضيل لا شك في ذلك. كرة تبعد وتعود إلى سياكا سيدي بي في وسط الملعب. هذه محاولة من خيمينيز كرة باتجاه فابيو ليما. ليما للأمام 1 من 4 خطيرة. علي 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 صالح كرة خطيرة كرة بتصل إلى 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 بربر كني. نعم أنا قلت أنها طالت لكن نعم تأخر الراية تأخرت الراية. عينك عينك هي طبعا خرجت بكامل محيطها. هذه كرة علي صالح هنا 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 وبعد ذلك طبعا طلعت ورجعها فهد الضنحاني. هذه 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 نعم خرجت بكامل محيطها وصلت لأن تكون إلى ضربة ركنية. لكن عندما استلم الكرة علي صالح الوصلوية كلهم قاموا من أماكنهم من 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 أماكن جلوسهم. كانوا يعتقدون بأن خبرا سعيدا قادما. كرة إلى ضربة ركنية عالية من خيمينيز بالراس تبعد وتلعب
وتعود أيضا إلى خيمينيز صديق الأمس منافس اليوم. منافس اليوم كرة تلعب للأمام لكن تعود للوصل، أفضل الوصل أكثر انضباطا في الملعب. الكرة لصالح اللاعب اللي نعم اللاعب أوليفيرا رودريغو من جانب سياكا سيدي بي من جانب ليما، تعود إلى سوفيان بوفتيني عند هدف الدوري كان في قمة الزعيم والإمبراطور طبعا في زعبيل. مباراة الفوز 3-1 لصالح الوصل، الوصل أمام المنافسين، كل المنافسين لم يخسر وفي الدوري لم يخسر وعنده تعادلين وعنده 3 تعادلات وعنده أرقام مرعبة وعنده سجل خالي من الهزائم وعنده ثبات في المستوى. ولاحظ الكرة الماضية اللي فيها تدخل من الخلف طيب يحضر لصالح فابيو ليما في الكرة الماضية. هذا فابيو ليما وقف الأم طبعا واحدة من المبادرات أيضا التي تضاف إلى وطن الخير وقيادات الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي طبعا لا شك أنه مبادرات لا تتوقف. هذه انطلاقة الآن في هذا المكان جميلة للوصل خطيرة، الله ابعاد في الكرة الماضية، علي صالح حاول ضغط رهيب من جانب الوصل في بداية المباراة الآن، ما اكتفى بالهدف وعمل كبير. ياهو استلام جميل، كرة جميلة خط، الله الله الله، وصل خطير جدا، وصل خطير جدا في 16 دقيقة ماضية من عمر انطلاقة المباراة. من يتحمل عبء المباراة؟ إنه فهد الفرحاني. هذه الكرة هنا بالرأس من جانب ليما وبعد ذلك الإبعاد، لكن علي صالح يقوم بعمل كبير وكاد ليما أن يسجل هدف ثاني في المباراة لولا تألق حارس المرمى فهد الفرحاني. نعم تركيز كبير من جانب الوصل، احيانا يقول لك ان اللعيبه يشوفون في 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 امامهم قدامهم يشوفون بطوله الدوري، وبالتالي التركيز الكبير جدا في مؤشرات بالنسبه للبطوله، في ارهاصات، في مؤشرات تقول لنا بان البطوله ستذهب هنا او تذهب هناك، في مؤشرات، المؤشرات في فريق نعم بمستوى ثابت، فريق يسجل في كل المباريات. بالمناسبة الوصل في كل مبارياته سجل، وفي الشوط الأول في هذه المباراة جاء لنا وأكد لنا بالفعل أنه فريق يسجل في كل مبارياته في الدوري. هذا الموسم هذا مؤشر آخر، بالمناسبة هذا مؤشر آخر أنك تسجل في كل مبارياتك في الدوري، يعني هذه المباراة رقم 16 الآن أيضا للمرة رقم 16 فريق الوصل لا يتأخر عن التسجيل في بطولة الدوري الإماراتي. انطلاقة فابيو ليما، كرة تلعب للأمام، كايو كاريدو متحرك إيجابي في مباراة اليوم، محاولة عالية وكرة خطيرة ولا زالت المحاولة بالفعل لفريق نادي الوصل في الكرة الماضية، يعتمد على المرتدات فريق نادي بنياس، وهذه الكرة باتجاه يوسف المهيري. يوسف المهيري يا سلام بهدوء كبير باتجاه زميله كذلك أيضا بوبليتي سياكا سيدي بي، احترام كبير من جانب مدرب داركو ميلانيتش، نحترم الوصل ولا نخشى قال ذلك، ونقول أيضا أنه فريق يعني وضعيته وأرقامه تشرح لماذا هو يتصدر بطولة الدوري، في إشارة إلى أنه نعم يتقدم الكل على مستوى الأرقام، على مستوى الثبات، المستوى ما في تراجع كبير بالنسبة للوصل، وحتى في بعض المباريات يعني أمام خرفكات كان متقدم 3-0. أنا أعتقد إذا في نقاط زعلانين عليها الوصلوية هي مباراة خرفكات، فريق كان متقدم 3-0 وريمونتادا كبيرة بالمناسبة من خرفكات انك تكون متاخر امام الوصل 3-0 في ملعبك وتعود بعد ذلك في تعادل مثير جدا. اكثر فريق بالمناسبه سجل في مرمى الوصل في الدوري هو نادي خرفكان، ما في فريق سجل 3 اهداف في مباراه واحده في الدوري اكثر من خرفكان. هذه ضربه حره مباشره، هذا خميس صالح اسماعيل، الوالد كان مهاجم خطير جدا والابن الان يلعب ظهير ايمن،
وبينما التركيز من جانب المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب ليدز يونايتد بالمناسبة، درب الفريق اللي دربه مارشيلو بيلسا الأسطورة الأرجنتينية في التدريب. هذه ضربة حرة مباشرة، هذا صديق الأمس، هذا منافس اليوم، صديق الأمس منافس اليوم نيكولاس خيمينيز في تركيز في المباراة الآن. يبقي الدوري مع الوصل، كرة تلعب عالية ولكنها ما كانت عالية، كانت أرضية في متناول المدافعين، تعود الآن لمدافعي نادي بنيا أو الوصل وحارس المرمى السناني. السناني صار على الآن للوصل على مستوى الأهداف، الوصل عند الآن على مستوى الأهداف 39 هدف في شباك 15 هدف، ثاني أقوى خط دفاع بالمناسبة بعد شباب الأهلي اللي في مرمى 14 هدف، هو الثاني على مستوى الفاعلية الدفاعية، ولذلك تشوف فريق عند هذا العدد من الأهداف، فريق أيضا متوازن دفاعيا، فريق يسجل في كل مباريات ال 16 في الدوري، فريق لا يتأخر كثيرا عن ردة الفعل، في إرهاصات يتقدم الكل، محاولة أيضا لما يعود إلى حالته الطبيعية على مستوى تسجيل الأهداف. هذه الإرهاصات اللي أتكلم عنها، هذه المؤشرات اللي أتكلم عنها، هذه محاولة عالية الآن خطيرة مرت من الكل ووصلت إلى ضربة مرمى. نعم في الكرة الماضية المواجهة رقم 25 في بطولة الدوري في طبعا زمن الاحتراف، عيسى علي ميلوش بقية اللاعبين في 13 فوز للوصل، 6 تعادلات، 5 مرات فقط فاز فريق نادي بنياس، لكن بنياس بالمناسبة فاز في دبي أكثر مما فاز هنا في هذا الملعب، يعني هذه واحدة من لأن 5 حالات فوز لفريق نادي بنياس، من الخمس مرتين فقط فاز في ملعب، 3 مرات فاز في زعبيل. خطأ على كايو كانيدو، النجمان اللي حضروا للوصل في 2015 كايو كانيدو وفابيو ليما جاءوا من البرازيل، والآن صار لهم نتكلم عن سنوات 2015 والآن 2024 تقريبا 9 سنوات كاملة بلا لقب بالنسبة لهم في الوصل، لأن الكل يعلم كايو كانيدو عندما ذهب للعين فاز طبعا مع العين ببطولات هناك، لكن أتحدث عن هذا الثنائي الذي جاء طبعا والآن يشعر بأنه قريب من بطولة لا شك يتمناها الوصلاوي. كرة فيها مرور تعود وتصل لعبد الرحمن صالح، يبعدها للأمام عند حارس المرمى فهد الضرحاني. الشوط الأول هدف في لاعب مصاب عمر العلي اللي يحضر في مباراة اليوم، حكم للفريقين 2-0 الوصل في دبي في 2021، هذه اللقطة اللي يصيب فيها عبد الرحمن صالح سلامات إن شاء الله، وحكم أيضا 3-2 أو 2-1 لبنياس في زعبيل 2019، وحكم لهم لأول مرة 2015 في مباراة التعادل 2-2 في هذا الملعب. إذن هي المباراة الرابعة اللي يحكمها عمر العلي للفريقين، أحد الحكام الجيدين لا شك فيه، أيضا طاقم التحكيم الإماراتي، مرور عرضية خطيرة لكن إبعاد من جانب الوصلاوية في الكرة الماضية، جو فيكتور تعود لبنياس عن طريق أبو ناموس، عالية من أبو ناموس، هذه محاولة لفريق نادي بنياس في الكرة الماضية، لكن موجود كذلك أيضا إبعاد في الكرة الماضية من عبد الرحمن صالح، تعود لنيكولاس خيمينيز، مرور الله على المرور للأرجنتيني، يعرفونه طبعا، يعرفهم ويعرفونه، يعرفونه لعيبة بنياس حافظينه طبعا، تدرب معهم، لعب معهم 60 كاملات، لكنه الآن وصلاوي طبعا يؤدي أفضل ما يمكن أن يؤديه بالنسبة للاعب محترف حقيقي، وهنا ميلوش أيضا الذي يطلب من ربما عبد الرحمن صالح إرسال الكرة أول بأول، لأن الفريق في مباراة أمام الوحدة في كأس طبعا الرابطة خسر بأربعة أهداف نظيفة، هذه ربما حالة لم يعتادها جمهور فريق الوصل ولاعبي الوصل ومدرب الوصل بالمناسبة ميلوش في هذا الموسم، لكن لا شك انتصار كبير مستحق لأصحاب السعادة بلوغهم مباراة نهائية. هذه المباراة أيضا طب قبل التوقف منتخب الإمارات مع باولو بنتو عند مباراتين أمام اليمن،
مباراة في الإمارات، مباراة في أبوظبي هنا في استاد الهيان، ومباراة أخرى في المملكة العربية السعودية طبعا، لأن الكل يعلم بأن اليمن اتخذت الأراضي السعودية مقرا لمبارياتها في تصفيات كأس العالم. هذه محاولة كرة عالية للأمام، إبعاد الوصل، لازال الطرف الأفضل في المباراة في الشوط الأول عند الدقيقة 25، دوري أدنوك للمحترفين. الكرة باتجاه رودريجو أوليفيرا لفابيو ليما، في كرة خارج أرضية الملعب من أبو ناموس، معانا في الصورة عند هدف واحد فقط هذا الموسم في مرمى العين في المباراة المثيرة جدا اللي قدمها الفريق في استاد هزاع بن زايد، وقدم مباراة كبيرة كان متعادل 2-2. العين بعد ذلك سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من تلك المباراة المثيرة. هذه محاولة، كرة تلعب الآن، على ذكر العين طبعا تهنئة لا شك، والزعيم أسعد الكل في دولة الإمارات لا شك في ذلك، الوصول للنصف النهائي وزيادة مقاعد أيضا كرة الإمارات. هذه نتيجة لا شك ليست فقط لمدينة العين، بل إنها هي نتيجة لكرة القدم في دولة الإمارات. تنعشنا هذه النتائج لا شك، عودة أنديتنا من الباب الكبير لآسيا تنعشنا، تجدد الأمل فينا، الأمل الكبير لا شك في ذلك، وكل التوفيق إن شاء الله تعالى للزعيم العيناوي في مباراتيه أمام الهلال السعودي، يصل بعد ذلك، يتقدم بعد ذلك، ويصل إن شاء الله تعالى إلى 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 نهاية هذه البطولة. هذه الكرة تلعب الآن، محاولة مستمرة من جانب بابو بليتي، هدوء في المباراة الآن، وهل يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة كما يقولون، الهدوء الذي يسبق العاصفة هدف في المباراة الآن. وبالمناسبة نتائج الوصل أمام بنياس الأخيرة، يعني آخر الست مباريات نتائج ممتازة جدا. هذه خطيرة، فرصة، والكرة تبعد ولا زالت مستمرة، كرة لمرور جميل للأمام، إبعاد، وبرياس هاجم في اللحظات الماضية، تعود لفريق الوصل أيضا، ولكن تعود الآن لخميس المهيري، يبدأ مكان حسين عباس كما ذكرت. التغييرين فقط عن تشكيلة الفريق أمام الوصل في مباراة تعبيل، 1-0 هذه النتيجة للوصل، حضرت في 2022 في هذا الملعب. راميرو بنتي سجل عند الدقيقة 93، يعني كانت الأمور ماشية إلى التعادل 0-0، لكن راميرو لاعب الوصل سجل هدف عند الدقيقة 3 بعد الدقائق 90، وأهدى الوصل فوزا في هذا الملعب بنتيجة 1-0 الحاضر اليوم، عن طريق أيضا فابيو ليما الذي سجل هدف رقم 12 في مرمى وفي شباك نادي بنياس تاريخيا في بطولة الدوري فقط. ما في شباك إلا وزارها ليما، ما في شباك إلا وترك بصمة في طبعا فيها، أتحدث عن فابيو ليما. كرة تلعب لصالح بنياس، الشوط الأول هدف للا شيء، أجواء جميلة هنا في بنياس، كرة من المهيري، سياكا سيدي بي، عبد الرحمن صالح، فريق نادي الوصل في الكرة الماضية، الوصل زيارات الثلاث الأخيرة لهذا الملعب ناجحة، العام 3-1، العام قبل الماضي 1-0 هدف راميرو كما ذكرت، وفي 2021 فاز 2-0 ناصر محمود وعلي صالح سجل في تلك المباراة. ولاحظ بأن آخر ثلاث زيارات للوصل إلى الشامخة كلها انتهت بفوز وعودة سعيدة بعد ذلك إلى دبي بالنقاط الثلاث. هذا اللاعب المقدوني تاولنت لاعب اللي عنده 5 أهداف، نيكيتي يوسف عنده 5 أهداف، الرجل الذي يفكر عميقا دائما. من اعتقد اذا في مدرب انسى الوصلوية اسم احتل قلوبهم في فترة زمنية لا شك جميلة، هو رودولفو اروا بارينا، مع انه ما فاز بالدوري بالمناسبة. رودولفو اروا بارينا 2017 اهدى الوصل المركز الثاني، 2018 كان وصيفا في الدوري والكاس امام العين، 2018 رودولفو أروى بارينا، ولذلك له مكانة كبيرة رودولفو أروى بارينا عند الوصلوية. لكن هذا الرجل حتى الآن، أقول حتى الآن، هو من طبعا يحتل هذه المكانة عند قلوب الوصلوية في مرور في الكرة الماضية. تعود لفريق الوصل تقريبا بلا نقاط ضعف تذكر، أتحدث عن فريق
دفاعيا طبعا تغير كثير، حارس المرمى طبعا قدوم السناني، خط وسط مقاتل شرس جدا، وخط هجوم يسجل ولا يغيب عن الاهداف اطلاقا في كل مباريات ال 16 بما في ذلك مباراه الليله. هذه انطلاقه، هذه كرة تلعب للأمام في المكان السليم، نعم جميلة لعلي صالح، يتقدم يأتي بكرة لنيكولاس خيمينيز، يفكر في التسديد، سدد في مرمى وفي اتجاه مرمى فريق السابق، وقفت الوصلاوية في الكرة الماضية، كرة جميلة نعم من مسافة، علي صالح جاء بالكعب وبعد ذلك المرور و كشف المرمى لنفسه وسددها قوية جدا ولكنها عالية على مرمى فريق نادي بنياس. الشوط الأول مر أربع مرات سدد الوصل على مرمى بنياس، ثلاث مرات سدد بنياس على مرمى فريق الوصل في شوط حتى الآن، لا شك أنه في عمل من جانب الفريقين. آخر ست مباريات سيطرة وصلوية، ثلاث حالات، خمس حالات فوز وتعادل، 13 هدف صاروا 14 هدف مقابل 3 اهداف فقط لبنياس. اتكلم عن السيطرة وصلاوية في اخر 6 مواجهات فيما بينهم، 5 فوز تعادل لا خسارة بدون خسارة، الان 14 هدف يسجل في المباراة السابعة على التوالي، تكون 7 مباريات يكون 6 فوز يكون تعادل واحد فقط، تكون افضلية للوصل في مواجهاته امام بنياس. حتى الآن أيضا الوصل شباك نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي. شوف من أين يهاجم بنياس، 42% من الجهة اليسرى، 42% من الجهة اليمنى، 16% من العمق عندما يتعلق الأمر بكيفية المحاولات الهجومية. هذا جاستون راميرز الأرجنتيني، ضربة ركنية ممكن تكون عالية، في 11 مباراة تقابلوا في هذا الملعب مرتين فقط فاز بنياس، 3 تعادلات، 6 مرات الوصل، الوصل ايضا يفوز اكثر خارج ملعبه هنا في الشامخه، الى ضربه ركنيه، ضربه ركنيه تلعب عاليه وللامام وسيناريا بعدها خالد، وفي ضربه ركنيه اخرى لنادي بنياس، يتحسن بنياس لكن الى اي مدى هذا التحسن بالامكان ان يهديه هدف التعادل في هذه المباراه. المباراه تجمع بالمناسبه اقوى هجوم الوصل وثاني اقوى دفاع بعد شباب الاهلي كما ذكرت، الوصل عنده رقمين بينما بنياس ثالث اضعف خط هجوم ب 17 هدف فقط. كره من ضربه ركنيه عاليه خطيره، فرصه، الله الله، هي الاخطا لبنياس، هي الافضل لبنياس لكن مرتده للوصل عن طريق سياكا سيدي بي في الكره الماضيه، كره تذهب وتعود وتصل الى خطا لصالح سياكا سيدي بي على سهيل النوبي. هذا سهيل النوبي بالمناسبه ولا لاعب من بنياس تم اختياره للمنتخب الوطني بينما 4 لاعبين، هذا سياكا سيدي بي لاعب لا غنى عنه، والوصلاويه يطالبون بالانذار والانذار يخرج على سهيل النوبي. نعم 4 مرات لا يتمنى عاشق السماوي نادي بنياس ان تكون المباراة الخامسة التي لا يسجل فيها بنياس في الدوري هذا الموسم. حضور جيد لكن جل الحضور من الوصلاوية. جل الحضور من الوصلاوية. وصورة مارادونا دائما يعني تشعر بان ترافق الوصلاوية. في كل مكان صورته يضعونها يتذكرونه بالكثير من الحب والتقدير، أسطورة حية لا شك في ذلك، مات غادر الحياة ولكنه لا شك هذه محاولة. الآن الكرة تذهب وتعود، أول نادي عربي طبعا جاء وتعاقد مع الأسطورة مارادونا كمدرب، محاولة مستمرة، كرة الآن لتاولت، هذه خطيرة في هذا المكان، الآن فرصة للأمام، الله الله يا السناني، خالد السناني يتألق في لعبة ماضية كانت، شوف كانت لمين؟ كانت للوصل، تحولت مرتدة مثالية تماما جميلة لفريق وكرة، لكن السناني يحضر، السناني خالد السناني في الكرة الماضية من أمام أبو ناموس، كاد أن يسجل لولا السناني، كاد أن يسجل لولا، وطبعا يذهب لما هنا
ويحفز يشجع أيضا ويشكر سناني على إبعاده لهدف كان محققا لأبو ناموس في الكرة الماضية. يتحسن برياس في اللحظات الماضية، يقدم أداء جيد، الكرة تذهب إلى علي صالح، للخلف إلى سياكا سيدي بي، كرة من جانب بليمة، القدم اليسرى توديك بعيد، توديك بعيد يا جماعة الخير. اي والله تذكرون بولو، الوصلويين تذكرون بولو، بولو الكبير الساحر الذي جاء من غانا وقدم سحرا لا ينسى في 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 تاريخ الامبراطور. نعم، وبعد ذلك عندما غادر نادي الوصل ترك تلاميذه، طبعا عائلة بولو، حسن بولو تحديدا سار على خطى الساحر الكبير. نعم، ويتذكرون، ولذلك يقولون دائما حسن بولو، يعني اكثر من حسن محمد، يقولون حسن بولو لان تاثر بالساحر الغالي الكبير جدا محمد بولو، وكان بالتالي التلميذ الذي سار على خطى استاذ الكبير في عالم كرة القدم. هذه لعبة جميلة الان في خط الوسط، الشوط الاول من المباراة، نشاهد مباراة جيدة في المستوى، استقبال جميل من جانب علي صالح، كرة تذهب وتعود للوصل الان عن طريق فابيو ليما وسط الملعب. مرة أخرى فابيو ليما أحد الأربعة المستدعين من جانب بابانو من جولي منتخب الإمارات، مع علي سالمين، مع علي صالح أيضا، ثلاثة من الوصل فقط، ثلاثة من الوصل، ليما وعلي صالح وعلي سالمين، هذا الثلاثي سيمثل الوصل في مباراتي اليمن مع منتخب الامارات. عندنا 6 نقاط كامله، طبعا فزنا على النيبال في المباراه الاولى برباعيه، فزنا على البحرين في المنامه بهدفين، وبالتالي منتظر ان شاء الله تعالى منتخبنا يواصل العمل في مباراتي اليمن الاولى والثانيه. هذه محاوله قائمه الان في الجهه الاخرى، لا زالت خطيره، ابعاد لا زالت مستمره، كره تذهب وتعود الى سياكا سيدي بي، صافره وخطا. الشوط الاول من المباراه عند الدقيقه رقم 36 36 الدقيقة 36 الآن من شوط المباراة الأول، وسلامات لأبو ناموس، سلامات لأبو ناموس، سلامات لأبو ناموس في الكرة الماضية، لكنها مباراة فيها طبعا حسابات المتصدر، وفيها حسابات ايضا الفريق الموجود في المركز العاشر، فيها الارقام التي كما ذكرت، يعني 6 مواجهات اخيره افضليه واضحه للوصل، لا يريد بنياس ان يزيدها مباراه وتكون سابعه مثلا على التوالي، لا يفوز فريق نادي بنياس، تكون مثلا الفوز السادس للوصل، التعادل 1 فقط في اخر 7 مواجهات، الارقام تقول ذلك حتى الان، لكن حتى الان في عمل جيد من جانب الفريقين. نعم، في فروقات كبيرة فيما بين الفريقين، ولذلك هذه الفروقات تعطي الوصل طبعا أفضلية في الشوط الأول في هذه المباراة. في خطأ على ليما، لقد آن الأوان، هكذا يقول ليما، هكذا يقول الوصلاوي، آن الأوان، وأنا قلت في مناسبات ماضية كثيرة أنه ليس عدلا في كرة القدم وليس عادلة كرة القدم أن يكون لاعب بموهبة ليما ولعب بإمكانيات كايو كانيدو مع الوصل ولا بطولة. رمي التماس، هذا يوسف البهيري، هذه كرة خطيرة لبنياس للأمام، مرت من الكول وتصل الآن إلى أبو ناموس، استقبال جيد للكرة الماضية، أبو ناموس بالقميص رقم 42 لغاستون سواريز، اصطدت في سياكا سيدي بي، فواز عوانة، عندك الآن كرة من جانب المدافع ساشا إلى خميس المهيري في الكرة الماضية، بالخطأ في هذا المكان، بالخطأ تسديدة والكرة، وتصل إلى فهد الضرحاني. أمامي وصلوية يعملون عماي، أوه الوصلوية الموجودين هنا في المقصورة في الكرات اللي تضيع للوصل، طبعا لأن يقول لك 1-0 ما تطمن، 1-0 ممكن يعود بنياس في أي لحظة من لحظات المباراة، وبالفعل بنياس يتحسن في اللحظات الماضية في الدقائق الماضية من عمر الشوط الأول. كرة باتجاه خالد السناني، عالية من جانب هذا الحارس لفابيو ليما أمام بالفعل جواو فيكتور، كرة تعود الآن لأبو ناموس، أبو ناموس للخلف
الى ساشا، كما ذكرت عندها هدفين، الهدفين في مرمى الوصل في زعبيل، والكرة عند خالد السناني حارس المرمى. لن يأس في ملعب 4-2 على النصر، هذه أكبر أو أفضل نتيجة. 0-0 مع الإمارات، 2-1 على الوحدة، 1-0 على خور فكان، 1-4 خسر في هذا الملعب مع الجزيرة، خسر 1-2 أمام شباب الأهلي هنا، فاز على كلبة 2-1 هنا، وخسر آخر مباراة له في هذا الملعب أمام العين 1-0 في الوقت المحتسب بدل الضايع. عنده في ملعب بنياس هنا لعب 8 مباريات، عنده 4 فوز، عنده تعادل مع الإمارات بدون أهداف، وعنده 3 هزائم. هذه كرة لتاولنت. أبو ناموس متحرك إيجابي في المباراة، لازال يحاول، لازال يستمر في محاولات الجادة إلى جواو فيكتور. مرة أخرى تاولنت، فواز عوانة لجواو فيكتور، كرة تلعب لتاولنت لجواو فيكتور مرة أخرى، الظهير الأيسر، سنة الثالثة على التوالي مع بنياس. كرة جميلة لأبو ناموس في هذا المكان، لا زالت قائمة، محاولة المرور، الكرة من إسهيل النوبي، مرف الأولى، عاد الكرة بعد ذلك نعم لجاستون سواريز، جواو فيكتور، هذا ساشا، والكرة لخميس المهيري لزميلة فواز عوانة. خبرة كبيرة لا شك لفواز عوانة، وكما ذكرت هو الوحيد من الفريق المتوج ببطولة أندية مجلس التعاون الخليجي في هذا الملعب 2013 طبعا، مع شقيقه طبعا الراحل الكبير رحمة الله عليه بياب عوانة. هذه كرة، هذا هو ليما، هذه كرة لسياكا سيدي بي، الوصل في محاولة بناء هجمة، ما في استعجال من جانب الوصلاوية، عندما يفقدون الكرة عودة بسرعة كبيرة جدا للحفاظ على الهدف اللي يتقدمون فيه حتى الآن في هذه المباراة في أجواء جميلة هنا في مدينة بنياس في الشامخة في ملعب نادي بنياس. كرة في وسط الملعب الآن، بوبليتي حاول خيمينيز، لكن تعود الآن لرودريجو أوليفيرا لليما، لمسة بعد ذلك كايو كانيدو لرودريجو أوليفيرا، ربما للخلف، نعم للخلف الآن إلى سوفيان موفتيني. الشوط الأول من المباراة، ولا زال الوصل منذ الدقائق الأربع الأولى أو الخمس الأولى تحديدا يتقدم بهدف، ولا زال هذا الرجل يشعر في قرارة نفسه أن هدفا نظيفا لا يكفي، وربما لا شك أنه يريد أن يطمئن أو يطمئن على الهدف بهدف آخر في مباراة قابلة لكل احتمالات. بالمناسبة هذا العمل الكبير من جانب بالفعل كايو كانيدو، واللمسة اللي كانت في مكان سهل جدا، ما يضيع الكرات هذه، والوصلاوية نعم سعداء صغارهم كبارهم في الشوط الأول بصرخة من ليما، ويتقدم نعم بالهدف الأول في تركيز في الدوري، إلا الدوري بالنسبة للوصلاوية. أنا متأكد لو خيرت الوصلاوي ما بين كل البطولات، دوري تبغي دوري يا وصلاوي، تبغي كاس رئيس الدولة أو تبغي كاس الرابطة، لا أقول لك لا، خلي في الدوري. الدوري اللي كان في الوصل بالمناسبة يتقدم الكل في يوم من الأيام، يتقدم الجميع، يعني ما كان فريق عنده 7 ألقاب، كان الوصل هو يتقدم الكل، كان الوصل هو من يقود القافلة، قافلة المتوجين بلقب الدرع، لكنه توقف في عام 2007 عند طبعا اللقب السابع، وغاب بعد ذلك حتى يومنا الحالي. ولذلك كما ذكرت شوق كبير عند الوصلاوية بالنسبة لبطولة الدوري. لو خيرت الوصلاوي ما بين كل البطولات، أنا أعتقد حتى ممكن لو قال لك يا أخي أنت تشارك في دوري أبطال آسيا السنة الجاية أو تأخذ الدوري، لا يقول لك أخذ الدوري، لأن الدوري ودي لآسيا. لكن هذه الكرة الماضية، هذا الخطأ الموجود، هذا الخطأ الموجود في الكرة الماضية، شوط أول من المباراة، شوط أول من المباراة. هذا الرجل حتى الآن شوف آخر 3 مباريات 1-0 يخسر، 1-0 من النصر،
1-0 من العين يخسر، 1-0 حتى الآن من الوصل يخسر حتى الآن. والفريق بالمناسبة يعني ملاحظ أن في كل البطولات لا يسجل أكثر من هدفين إلا في مباراة واحدة فقط أمام كلمة عندما فاز 2-1. آخر 10 مباريات الفريق نادي بنياس ما يسجل أكثر من هدف واحد إلا في مباراة واحدة فقط أمام نادي اتحاد كلبا في الدوري. هذه لعبة الأمام الآن باتجاه علي صالح، طالت على القائد الوصلاوي علي صالح. كرة تلعب من جانب فواز عوانة، الشوط الأول من المباراة، الدقيقة رقم 45 تقريبا تقترب الآن. كرة باتجاه ليما، مرور جميل، الله، حلوة حلوة الفكرة، حلوة الفكرة، يفاجئ فيها حارس المرمى فهد الضرحاني وتصل لأن تكون إلى ضربة مرمى في الكرات الماضية. هذا الرجل التعبيرات اللي على وجهه ما هو مرتاح لأن بنياس يتحسن، بنياس كل فترة تشعر بأنه أفضل من الفترة الماضية، لذلك عندك دقيقتين الآن وقت محتسب بدل ضايع. كرة تلعب الوصل خارج ملعبه، 3-1 على الشارجة، 3-3 مع خرفكان، 5-0 على حجة، 4-2 على الجزيرة في أبوظبي، 2-2 مع الوحدة في قمة كبيرة كان متقدم 2 لا شيء، تعادل 2-2، 2-1 على شباب الأهلي في استاد راشد، و 2-0 آخر مباراة لعبها خارج أرضه كانت على الإمارات في رأس الخيمة، هذه مباراة أخرى خارج أرضه الآن. فريق تعادل مرتين خارج أربعة في 7 مباريات عنده 5 فوز. هذه كرة تلعب وتبعد، جواو فيكتور، الشوط الأول الدقيقة الثانية الآن المحتسبة كوقت بدل ضايع، يوسف المهيري، عبد الرحمن صالح للخلف ليوسف المهيري، في شوية على مستوى اللعب القدم يسرى يوسف المهيري من منذر علي طبعا ظهير أيسر منتخب الإمارات في نهائي كأس آسيا 96 في أبوظبي. هذه انطلاقة، هذا ليما، هذه محاولة ليما ليما ليما، كرة للأمام مرت من الكل ولا زالت وصلاوية لعبد الرحمن صالح، مرور جميل وكرة فيها تقدم الآن، مرور مرة أخرى، كرة تلعب خطيرة للأمام إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. هذا خميس المهيري، هذا الشاب اللي يقدم المدرب ايضا ميلانيتش بصوره ايجابيه. طبعا فتره توقف اسبوعين فتره لا شك مهمه جدا، اولا لمنتخب الامارات وايضا للانديه اللي عنده اصابات، اللي عنده لا شك يعالج بعض الامور الفنيه. لكن ضربه ركنيه، اخر فرصه ربما في الدقائق المحتسبه كوقت بدل ضايع، ضربه ركنيه على مرمى بنياس، كرة تلعب عالية من خيمينيس بالراس تبعد، ضربت في حكم مباراة. طيب هذه كيف تحسبها لمين؟ هذه تحسبها لمين؟ أبعدوها مدافعي بنياس يحسبونها لبنياس طبعا. شوف هذه 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 هذه، نعم ضربت في راس حكم المباراة و هو هو أمسك هو طبعا شارد عن الكرة لكن أيضا الكرة تضرب فيه علي صالح يحتج ونعم هذا القانون طبعا يقول لك أن الكرة تعاد للفريق اللي لمس الكرة آخر شيء قبل أن تصطد في حكم مباراة. صافرة عمر العلي تنهي الشوط الأول، اللاعب اللي معانا في الصورة الأسطوري في تاريخ الوصل طبعا تاريخيا مع الأساطير الكبيرة جدا، كايو كانيدو صنع الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 4، فابيو ليما وضع توقيع 12 في مرمى بنياس تاريخيا، علي صالح قدم أداء جيد في الشوط الأول، المباراة متكافئة مع أفضلية للوصل في الشوط الأول. انتهى الشوط الأول ما انتهت المباراة، الآن عند الحضور طبعا المستمتع في هذه الأجواء الرمضانية، كل عام وأنتم بخير مرة أخرى، والشهر الفضيل طبعا يزورنا مرة أخرى، وإن شاء الله تعالى دائما وأبدا
في عمر مديد في هذه الدولة العظيمة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها العظيمة. لا تذهبوا بعيدا أيها السيدات والسادة، الكلمة الآن تعود مرة أخرى إلى استديوهات دبي الرياضية مع زميل العزيز محمد الجاسم، ضيوفي الكرام، أساطير كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة السابقين. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. شكرا لعلي سعيد الكعبي. إذن بهدف وحيد الوصل يتقدموا في شوط المباراة الأول، هدف مبكر أتى عن طريق فابيو ديليما، توقعنا من خلاله أن تستمر المسيرة التهديفية في شوط المباراة الأول، لكنه هدف خدعنا جميعا، هدف وحيد لم يأتي بعده شيء للوصل، وبني أسوى الآخر حاول أن يعود بالنتيجة لكنه لم ينجح. فابيو ليما إذن يسجل الهدف الوحيد في شوط المباراة الأول، هذا الهدف رقم 12 لفابيو ديليما في مرمى بنياس. إذن فابيو سجل 12 هدفا في مرمى بنياس. هذه هي نتائج الأشواط الأولى في المباريات الثلاث التي تلعب في عديل أثناء. مشاهدينا الكرام، الوحدة يتقدم على حتى بثلاثية نظيفة، وخورفكان يتقدم على الإمارات بهدف واحد. أجدد ترحيب مشاهدين الكرام بالكباتن المتواجدين معي هنا في الاستوديو، كابتن عبد الرحمن محمد، كابتن محسن مصبح، كابتن اسماعيل راشد، أهلا بكم من جديد. أهلا بس. وسنبدأ من هناك من أرضية الملعب مع الاستوديو المصاحب مع زميل أحمد الشحيد. تفضل أحمد. شكرا لك زميلي محمد. إذن مشاهدي الكرام، الوصل ينهي الشوط الأول متقدما بهدف للمقابل لا شيء لفريق بنياس. من جديد مع الكابتن طارق علي. كابتن طارق، بداية جيدة للوصل، سجل في الدقائق الأولى من المباراة، ولكن صعب المباراة أو صعب الشوط الأول بخلق المزيد من الفرص وتعزيزه بهدف ثاني. أنا أعتقد ممكن أحمد ناخذها صعب، لأنه بعد الهدف الأول أتى بسرعة، توقع الكثير أنه الوصل راح يخلق فرص أكثر ويسجل تلقائيا. بنياس قدر أنه يعني تنظيميا يعيد تنظيمه بشكل أفضل، لكن هي النقطة الرئيسية اللي أنا شاهدت بالوصل، الأداء جيد بالجوانب الدفاعية ما عدا في الهجمات المرتدة كان عنده بعض الأخطاء، لكن الجانب الهجومي لما عنده حالة الاستحواذ مشكلته في خلق الفرص. إلى الآن ما شاهد خلق فرص كثير ومتكرر بشكل كبير. صح ممكن في بعض الفرص شاهدناها، لكن مش ما نقدر نحكم على أن تسديده من خط برا خط 18 مرة مرتين بأن هاي فرص حقيقية. بشكل عام أنا في اعتقاد الوصل بهذه النتيجة أدخل نفسه في ممكن جانب إيجابي، يعني أريحية، أكيد جانب إيجابي. اليوم بعد كل الضغوطات اللي صارت من الشوط الأول تكون 1-0، أنت بالتالي تقدر تتعامل مع الشوط الثاني بشكل أفضل. الشوط الثاني شو المطلوب من ميلوش وأيضا من ديب برنياس؟ يعني شوف، بالنسبة لمدرب ميلوش، أنا أعتقد أن التشكيلة بيكمل فيها المحافظة، ولكن في نفس الوقت تسجيل هدف. الجانب الثاني مع دارك، وتصعب أنك تتكلم اليوم أحمد عن مدرب عنده لاعبين ما يسجلون. يعني شوف التنظيميا الدفاعيا الفريق بدا يتراجع، وما يسجلون، وحارس ايضا متالق شهالكرتين خالد سناني. اتفق معك، وخالد سناني متالق بالجانب الاخر. انت اذا مشكلتك انت اليوم مش مشكله مدرب، مشكله انت لاعبين، قدرات لاعبين في الجانب الهجومي مو قادرين يخلقون الفارق. في نفس الوقت انا بالنسبه لي اشوفه ما يقدر يجازف عليه ان يستمر بهذا الشكل. مباراه 1-0 ممكن تعقد المباراه، تسجل هدف كره ثابته رغم انها صعبه باداء اللاعبين المتواجدين في الجانب الهجومي، لكن إذا الوصل في الجانب الآخر عليه أن يسجل هدف ثاني. بنياس يعني عليه أن يعمل أدوار كبيرة في الجانب الهجومي. شكرا جزيلا لك، راح نلتقي بعد نهاية المباراة. زميل محمد، تفوق الوصل على فريق بنياس بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول، لنرى ماذا ستخبئ مجريات الشوط الثاني. زميلي محمد إليك الكلمة، تفضل. شكرا لك أحمد. كباتن براشد، ليش ما عزز الوصل الهدف بهدف ثاني؟ شو صار بعدما سجل الوصل الهدف الأول مبكرا في بداية الشوط؟ محمد، الوصل بدأ بداية جيدة، صح،
من خلال تسجيل الهدف المبكر. صحيح أنه في فرص ضايعة حصلت في الفريق، وتصور أن فهد الضنحاني كان السبب في يعني أن الوصل اليوم ما يسجل أكثر من هدف. فهد الضنحاني كان له يعني الفضل في أن الفريق يطلع بهذا الشكل، لكن إحنا أخذنا الهدف من خلال التمريرات الوصل. شوف ليما وكايا وكيف واقفين في تمريرات في الخلف على أساس إعطاء المساحة لليما وكايو في التحرك الجيد، ومن ثم يعني الذهاب للأمام. إلى الآن التمريرات جيدة في الفريق، في الخلف البناء جيد في الخلف، وصلت التمريرة إلى التمريرة الخامسة أو السادسة. شوف التدخل الجيد من ليما وكايو في إنهاء الهجمة في وجود خمس لاعبين من فريق بنياس ما قدروا الخمس لاعبين أنهم يعني يراقبون أو أنهم يوقفون الثنائي. هذا الثنائي كان واقف في يعني في مساحة كبيرة، ومن ثم لما الكرة راحت على أطراف قدر ليما أن يدخل في خط 18 وكاي يروح في المساحة الجيدة. خلنا نشوفها من البداية، تمريرات من بوبليتي لخمينيز إلى سفيان، مرة ثانية إلى يوسف المهيري، راحت الكرة أيضا يعني للجهة اليسرى لعبد الرحمن صالح، ومن ثم عبد الرحمن صالح إلى كايو. يعني خطأ من المدافع اللي خلى كايو يتحرك بأي طريقة، قدر ليما وهو جاي من الخلف أنه يسجل الهدف الجيد. هذا اللي يبحث عنه السيد ميلوش. ممكن محمد هذا الهدف تكرر في كل مباريات الوصل، لو نلاحظ 39 هدف اللي أو 35 هدف من الوصل جت من هذه اللعبات التحضير، ومن ثم إنهاء الهجمة الجيدة من خلال التحضير. هذا تصور محمد هدف جيد يحسب للبناء الجيد، يحسب للتمريرات، ومن ثم التحرك الجيد لليما وكايو. محمد لو تسمحت بس ناخذ الجول مرة ثانية، وانا أكيد. ابغى اوصل لحد ما يوصل كايو على الخط، ابغى اتكلم عن جواو فيكتور. جواو فيكتور خطأ كبير جدا في عدم مراقبة ليما. صح، ترك ليما. يعني أنت عندك ساشا غطى المدافع، شو اللي خليك توقف في هذا المنطقة وتترك ليما يروح على نقطة البلنتي ويسجل هدف؟ مفروض ليما كان من المفترض أنه يكون مراقب لليما. شوف يعني هني ما في لاعب واحد موجود، ليما مني على الطرف وجواو جواو بس هني وقف اللعبة هني. لو نرجع بس توقفها لو سمح، من المفترض أن جواو يروح مع ليما. محمد مستحيل الكرة بتدخل هدف من هذه المنطقة. بعوف مشكلة لعيبتنا يشوفون اللاعب، يشوفون الكرة محمد، يشوفون الكرة محمد، يعني ما يراقب اللاعب الموكل عليك. اللاعب هو اللي بيجيب الهدف. ليما شوف هني بس هني وقف خلاص. هني من المفترض أنت عينك على ليما. كايو هل بإمكاني أن يسجل هدف من هذه المنطقة؟ صاحب محمد لاعب واحد فقط، انت اعطيته اريحيه كبيره جدا لليما انه يسجل هدف. بس محمد هذه الاخطاء الموجوده عند مدافعين فريق بنياس، لكن ان الاسترتش اللي كان موجود ما بين ليما وما بين كايو ما يوحي للمدافع ان ليما ممكن يوصل للكره. بس كابتن لانه بس تمركزه احسن، لأنه لما رايح مركز على الكره اللي بتنلعب بس كايو. هذا خطا، لكن هو ياخذ الخلف. محسن لو تلاحظ ان جواو ما عنده لاعب اخر، ما عنده لاعب، لكن بعيد عنه هذا لاعبه. إيه؟ لانه تركه بعيد واقف. بعدين ليما توغل. إيه؟ ليما لاعب جواو. إيه؟ وليما يا قرب لجواو، يعني يا قريب لجواو. من المفترض جواو خلاص ما عندك اي نظره ثانيه، ما عندك اي شغله ثانيه الا عينك تكون على ليما. لو انت زاحمت ليما كان ممكن تطلع الكره وما تسجل عليك. بس اللعبه الجيده كابتن ان الاسترتش اللي حاصل استرج في البداية أعطى ليما الفرصة أن يتحرك مثل ما يبغي، فتحرك ليما يعني أضر بحركة جواو. والله أنا أشوف ما يعني أنا ما أشوف ليما تحرك التحرك هذاك اللي يشتت من تفكير جواو فيكتور. لا أنا أتفق معاك، لكن خطأ فردي هذا. في نفس الوقت بعوف قدر أن يسجل ليما بتحركات الجيدة، ومب يعني تحركات الجيدة. الكرة سهلة، كرة سهلة جدا، كان من المفترض ما تسجل. انا اتفق ان في تغطية، لكن تحرك ليما في الوقت المناسب ما قدر ان جواو ان يعني يسيطر على اللاعب بشكل اكثر. طيب. بنياس بعد هذه الكرة كان فريق جيد صراحة، حصل على بعض الفرق ورتب اوراقه بعد هذه الهفوة،
وحصل على بعض الفرص وكان ممكن أن يعود في هذا الشوط. صعب كثير شوط على الوصل. يعني اللعب يعني تفكير أنه يغطي مساحته بشكل أكثر فريق بنياس وما يعطي فرص، ورغم هذا بعد جت فرصة محققة جدا لليما أنه يسجل هدف لولا تدخل فهد الظنحاني وشال الكرة. لكن عموما يعني شوط أفضلية للوصل موجودة في هذا الشوط. الوصل أنا عجبني حتى في الحالة الدفاعية، الحالة الدفاعية للوصل حالة جيدة، يوقف يتمركز بالشكل الجيد ومن بعد ذلك يروح لمرمى فريق بنياس. يمكن فرصة واحدة كانت لفواز عوانة اللي سددها فوق العارضة، ولكن فريق الوصل محمد عنده أخطاء أخطاء فردية، ويمكن واحدة منها بيتكلم فيها كابتن محسن وبتشوف الأخطاء الفردية هاي كانت ممكن تشكل خطورة على مرمى فريق الوصل. هذه مش مطلوبة، حتى في واحدة منهن تكلم ميلوش مع يوسف المهيري انه خلاص ما عندك احد، شتت الكرة في المنطقة البعيدة على اساس ما تكون تشكل خطورة لمرمى فريق على مرمى فريق الوصل. خذ مرتدة بنياس اعتقد براشد عنده ظني. نعم خذ مرتدة بنياس محمد. لو نشوف فريق الوصل يعني كامل لعيبته موجودين في ملعب بنياس، صحيح ان الكرة كانت فاول ونفذها خمينيز، لكن ما في ارتداد بالشكل السريع لفريق الوصل. ما زال فريق الوصل، شوف عدد اللاعبين اللي موجودين في ملعب فريق بنياس، تقريبا 9 لاعبين بالإضافة إلى اللاعب من كورنر. ترى هي كانت كورنر للوصل، كانت فاول ضربة حرك، كانت فاول خطأ في التمرير استغلها. شوف لما راح بنياس أو فريق بنياس لفريق يعني لمرمى الوصل بهذه السهولة، كانت من المفروض بعد الفاول محمد أن يكون ارتداد للاعبين الغير مطالبين أن يكون موجودين في هذا الوقت، لكن خطأ لاعب كانت يعني كانت ممكن تكون هدف. أنا أتصور لو لعبها في هذا الجانب ليوسوفو كان ممكن تكون هدف، لأن لو نلاحظ أن ظهر يوسف المهيري على يعني أو نظرة يوسف المهيري على تاولند في هذه الجرحة. قول فضل كابتن. لا كنت بعلق على هذه اللقطة اللي هو دائما يبحثون المدربين على الكرة الثانية، خاصة لما تكون فاول أو كورنر دائما الكرة الثانية لازم تكون من نصيبنا. وقفة المدافع بعيدة جدا عن اللاعبين الموجودين في أمام خط الـ18، فلازم كان أن يكون على الدائرة على القوس لاعبين موجودين في آخر شيء هم يغطون، وبعدهم لاعب اللي يلعب كاليبرو خلفهم يصبح مثلث مقلوب. فهنا التركيز بالنسبة للمدافعين لازم يكون بشكل أكبر. ليش في هاي الحالة لو تسجل هذا الهدف كانت أفضلية بنياس على الوصل موجودة من ناحية التمركز، من ناحية المسافات، الضغط في وسط الملعب، من ناحية امتلاك الكرة. صحيح نسبة شوي في الحسابات للوصل، ولكن بنياس شكليا كان على الملعب أفضل، في بطء كان في الارتداد في التمرير لفريق نادي الوصل. ولكن اليوم في مباريات خاصة، هاي المباراة تفوز ما تلعب اليوم مو مطلوب منك نتيجة، أنت مطلوب منك تأخذ النقاط الثلاث لتعزيز الثقة أولا، ثانيا لاسترجاع ايضا الحاله النفسيه للفوز، وثالثا انك انت تصبح محافظ على الفارق اللي بينك وبين الفرق. معناته الشوط الثاني يمشي بنفس الاسلوب، يمشي بالاسلوب، ما في مجازفات بتكون بشكل كبير، ولكن راح يستغل الثغرات اللي موجوده كانت في فريق بنياس ما قدر يستغلها فريق الوصل لانه كان متراجع بشكل كبير جدا. ونلاحظ ان لاعبين ثلاثه يشاركون في الهجمات في حذر كبير، كان النشيط بينهم سياكا في وسط الملعب بشكل كبير، خمينيز ما كان موجود، بابليتي ما كان موجود، حتى علي صالح ما كان موجود في الاختراق اللي كان على الطرف الشمال، وقدر انه يتصدى لها اللي هو ايضا يشكر الحارس خالد سناني، ويشكر ايضا فهد الضنحاني على الكورتين اللي تدخلوا فيها تدخل ايجابي. يعني محمد الوصل محتاج شيئين في الشوط الثاني، تعزيز هدف بهدف اخر لأن الأخطاء واردة وممكن تسجل عليك هدف التعادل. النقطة الثانية عدم أخطاء مثل ما صارت الأخطاء اللي شفناها في الشوط الأول، فردية أكثرها مش جماعية. وهذه شوف محمد جماعيا قليلا فريق الوصل لما يوقف في وسط ملعبه شوف كيف متمركز بشكل جيد بخمسة لاعبين في الخلف، أيضا ثلاثة لاعبين في النص، يمكن الوحيد كايو متقدم للأمام ولعب بهذه المنظومة، قطع الكرة قدر ينظم هجمة
بشكل جيد وأيضا عددية بشكل جيد للمنطقة الأمامية اللي تروح بأربعة لاعبين أو خمسة لاعبين أيضا تقدم للأمام وقدر يستغل كل هالمساحات في تقدم فريق بنياس، لكن استعجل فيها هني خمينيز في التسديد، كان ممكن أيضا التمرير والتمرير هذا ليما فاضي في هذه المنطقة لكن سدد عنه. هذه مطلوبة لأن بيندفع فريق بنياس في الشوط الثاني. طيب أنت عليك تركز في الشوط الثاني في هذه الهجمات لتعزيز هدف بهدف آخر. شكرا لكابتن عبد الرحمن محمد، شكرا لكابتن محسن مصبح، تبغى تقول شيء على السريع؟ شكرا لكابتن اسماعيل راشد. إلى ثاني الأشواط مشاهدين الكرام، الأول انتهى بتفوق للوصل بهدف وحيد، هل سيستمر تفوق الإمبراطور أم هناك عودة لبنياس في ثاني الأشواط؟ العودة من جديد للأستاذ علي سعيد الكعبي ليعلق لنا على ثاني الأشواط، تفضل أبو فيصل. شكرا لزميل محمد الجاسم. عودة مرة أخرى أيها السيدات والسادة لزمن الشوط الثاني من لقاء فريقي بنياس والوصل في طبعا بداية الجولة رقم 16 في ثالث أيام الشهر الفضيل، والشوط الأول من هذه المباراة كنا قد تركناه عند تقدم الوصل في بداية مبكرة عند الدقيقة الرابعة من انطلاقة المباراة، هدف فابيو ليما صناعة كايو كانيدو مع فابيو ليما طبعا بالقميص رقم 10 يسجل الهدف الأول، هدف رقم 12 في مرمى بنياس في دوري المحترفين. الشوط الثاني من المباراة عمل كبير لا شك منتظر، ولا شك أيضا أن كثير من طبعا الكلام من جانب المدربين لطبعا عودة ميلانيتش عودة بنياس هكذا يتمنى في الشوط الثاني، بينما يريد الوصل مع مدرب ميلوش الاستمرار في الفوز والوصول إلى الفوز رقم 13 من أصل 16 مباراة مقابل 3 تعادلات. الشوط الثاني البداية طبعا بهذه الصورة الآن، و مباراة على قدر كبير من الأهمية طبعا، فريقين بطموحات مختلفة، الوصل يرى الدوري ولا يرى شيئا غير الدوري بالنسبة له، بينما بنياس طبعا بعيد عن الدوري يريد أن يبتعد ويريد أن يؤمن بقاءه في طبعا صفوف دوري المحترفين دوري أدنوك للمحترفين، ولذلك الشوط الثاني حسابات كبيرة رغبة كبيرة. عندك علي صالح الآن اللي عنده بالمناسبة علي صالح عنده 3 أهداف، عنده 188 مباراة ما بين الدوري وما بين كأس الرابطة، بالمناسبة عنده 40 هدف علي صالح في البطولتين معا، لكن لعب الآن لصالح جواو فيكتور. اللهم نسألك وأنت المجيب اشفي الأستاذ محمد نجيب. حلوة البادرة، حلوة البادرة من الوصلوية، نعم هذه اللافتة التي ترفع الآن في مدرجات نادي الوصل. اللهم نسألك وأنت تجيب اشفي الأستاذ محمد نجيب دعوة من الوصلوية طبعا. وهذه المباراة المبادرات الجميلة طبعا، هذه أيضا وقف الأم وتصدق عن أمك طبعا، مبادرة أخرى تضاف إلى مبادرات رجل المبادرات قائد المبادرات في طبعا في هذه المواقف الإنسانية طبعا. عندك أيضا يعني مبادرة المليار وجبة كما تابع الكل في السنوات الماضية، الآن أيضا وقف الأم في 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 هذا العام، مبادرات القائد الحكيم القائد طبعا الكبير في دولة الإمارات طبعا سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، الضربة الحرة المباشرة، لكن أيضا المبادرة الوصلوية طبعا الأستاذ محمد نجيب شفاه الله وعافاه وادعو له في هذه الأيام الفضيلة. هذه محاولة كرة تلعب الآن بهذه الصورة تصل الآن وتصل بعد ذلك لفريق نادي الوصل عن طريق هذا اللاعب سياكا سيدي بي، سياكا سيدي بي كرة تلعب. الوصلاوية اللي يحتفلون هذه الأيام بمرور 50 سنة بالمناسبة 74 طبعا
تأسيس النادي الوصل، لكن قبل ذلك عام 60 باسم الزمالك، في عام 74 دمج العروبة بالزمالك ليقدم لنا الوصل الآن 50 عاما من الإنجازات، 50 عاما من الألقاب والأسماء والإضافة لرياضة الإمارات في كل الألعاب والرياضات، 50 عاما والوصل علامة فارقة في كرة الإمارات، والوصل مدرسة قدمت وأنجبت الكثير من الأسماء والتي كانت رافدا لمنتخباتنا الوطنية. هذه محاولة كانت لبنياس 50 عاما من الأجيال، لكن كرة جميلة عن طريق أيضا لاعب في هذا الجيل علي صالح عند الكرة الآن في هذا المكان أمام المدافع مهاري، يتقدم الآن يأتي بكرة، كرة أبعدت من خميس صالح إسماعيل ووصلت الآن إلى سهيل النوبي. الشوط الثاني في سرعة، الشوط الثاني في سرعة، سرعة كبيرة من جانب الفريقين، عمل كبير من جانب الفريقين، ولدينا خطأ على علي صالح في الكرة الماضية. سلامات في لاعب أيضا، كنت أتكلم عن الوصل 50 عاما من الأجيال المتتالية التي تؤدي دورها في الإضافة لكرة الإمارات، 50 عاما والإمبراطور والفهود وشمس البطولات كلها مرادفات لعراقة الوصل وسحر اللون وشعبية جارفة في الإمارات وخارجها. لحظة الكرة الماضية اللي كانت حاضرة ما بين طبعا جواو فيكتور وما بين أيضا رودريغو أوليفيرا الظهير الأيمن الحاضر في مباراة اليوم. 1-0 الوصلاوي يقول لك هذه نتيجة مطمني إطلاقا، لأن 1-0 بإمكان الفريق الآخر المنافس بنياس أنه يعدل النتيجة في أي لحظة من لحظات المباراة. لذلك الشوط الثاني بالنسبة لبنياس التركيز على التعادل، بالنسبة لفريق الوصل البحث عن هدف ثاني يؤمن النتيجة ويبعد ربما عنصر المفاجأة في مباراة اليوم. لكن هذا اللاعب البرازيلي اعتقد نعم الحاضر في مقاعد البدلاء، طبعا وضع طبيعي نشاهد التبديلات قادمة في الشوط الثاني. هذا ميلانيتش عنده 6 بطولة دوري في سلوفينيا، عنده 3 بطولات كأس كما ذكرت، درب في نادي ليدز يونايتد الفريق الكبير تاريخيا في انجلترا، الفريق اللي درب ايضا مارتشيلو بيلسا الفيلسوف الكبير في عالم كرة القدم. يبدو لي بانه ما راح يقدر يكمل المباراة، الإصابة واضحة على جواو فيكتور، طبعا يترك أرض الملعب، سنة ثالثة هو بالقميص رقم 3، ولكن أيضا عنده 3 سنوات الآن مدافعا في نادي بنياس. كرة تعاد لفهد الضرحاني، تألق في الشوط الأول وتصدى لكرة رأسية من جانب فابيو ليما، كان بالإمكان أن تكون هدف ثاني لنادي الوصل في الشوط الأول من المباراة، لكن الشوط الثاني حسابات كما ذكرت مختلفة طبعا قبل التوقف الدولي المنتظر القادم لمنتخب الإمارات الوطني. هذا تاولنت البقدوني، هذه كرة باتجاه خميس صالح إسماعيل، تاولنت في المكان الجميل، بالإمكان يأتي بالعرضية، الله الله حلوة حلوة جدا الكرة الماضية، مرت وكادت أن تخادع السناني، بالمناسبة كادت أن تخادع السناني في الكرة الماضية. هذا هو يعود إلى لأرض الملعب. شكرا للوصلوية على المبادرة الجميلة طبعا بالدعاء للأستاذ محمد نجيب، هذه محبة الناس، هذه محبة هذا الدور اللي تلعب الأندية. طبعا قبل أيام شاهدنا مبادرة رائعة جدا من إدارة شباب الأهلي، تخصيص طائرة طبعا لمشجعي العين الراغبين في مؤازرة الزعيم في مباراة أمام النصر. طبعا هذه أيضا بادرة أخرى، نحن نتنافس في الملعب، الأندية تتنافس في الملعب، لكن فيما بين عندما يتعلق الأمر بالمواقف الإنسانية، عندما يتعلق الأمر بدعم دعمنا لبعضنا في المناسبات الخارجية، ما في شك إطلاقا على أن الأندية عندنا والمسؤولين فيها يؤدون دورهم على الوجه الأكمل. هذه محاولة علي صالح في هذا المكان، ما فيها شيء، أشار حكم مباراة مستمرة لعلي صالح في ضربة ركنية، الآن ضربة ركنية، خميس صالح إسماعيل وعمر آل علي، هذه رابع مباراة يحكمها للفريقين كما ذكرت في الشوط الأول، كل فريق عنده فوز وعندهم تعادل في 2015 في أول مباراة يحكمها في هذا الملعب. علي صالح الكرة الماضية ما بينه وبين خميس إسماعيل، وغضب كبير من جانب ميلانيتش،
وضربة ركنية للوصل، ضربة ركنية للوصل. كل اللعيبة تقريبا في منطقة جزاء فريق نادي البنياس، عالية خطيرة تبعد من الضرحاني، وفي ضربة ركنية أخرى لكن هذه المرة من الجهات الأخرى. واحدة من المباريات المثيرة كانت 2017 في هذا الملعب، 4-3 للوصل. كايو كانيدو بالمناسبة سجل هاتريك في تلك المباراة، الهاتريك الوحيد له عندما يقابل بنياس. كايو كانيدو اللي صنع اليوم الهدف الوحيد في المباراة في الشوط الأول بعد 4 دقائق فقط من البداية. ضربة ركنية للوصل أرضية الآن عالية لكن مرت من الكل إلى سياكا سيدي بي. نتابع أيضا من جانب أغاستون سواريز عند الحلول دائما، لاعب الوسط، لاعب طبعا من مالي، أتحدث عن سياكا سيدي بي. و خارج الملعب في رمي التماس يعاد لأرض الملعب، أتكلم عن اللاعب جواو فيكتور، لاعب برازيلي بالقدم اليسرى كما ذكرت سنة ثالثة مع بنياس. رمي التماس لرودريغو أوليفيرا، حتى الآن ما غير، كل فريق ما غير، ربما التغييرات قادمة لا محالة. إلى خيمينيز، خيمينيز يأتي بكرة عالية باتجاه علي صالح، إبعاد في الكرة الماضية، الوصل أفضل ويعود الوصل للسيطرة، يعود الوصل للاستحواذ في الشوط الثاني من هذه المباراة. يوسف المهيري لعبد الرحمن صالح، سياكا سيدي بي، سياكا سيدي بي عندما تفوز تقريبا على كل منافسيك، فاز على الشارجة رايح جاي، فاز على العين في زعبيل، فاز على النصر بهدف، فاز على شباب الاهلي في استاد راشد، يعني اتحدث عن المنافسين، فاز على الجزيره في ابوظبي، تعادل مع الوحده في ابوظبي، وبالتالي يتقدم الكل. فريق الوصل، كره من المهيري لحارس المرمى الضرحاني لخميس المهيري مره اخرى. التشكيله الشوط الثاني في الفريقين نفس التشكيله اللي بدات المباراه في الشوط الاول، لكن اكيد ان التبديلات قادمه. هذه محاولة كانت لأبو بليتي، تعود الآن في وسط الملعب هنا في الجهة اليمنى عن طريق أغاستون سواريز بالقدم اليسرى، مميز هذا اللاعب، سنة ثالثة مع السماوي، كرة جميلة باتجاه جواو فيكتور في الجهة اليسرى من أرض الملعب، محاولة باتجاه الآن اللاعب بالفعل أبو ناموس، كرة تعادل خلف من ساشا لاعب الدولي الصربي، ومحاولة الآن عن طريق أغاستون سواريز، سواريز إلى ساشا مرة أخرى. كما ذكرت هدفين يملكهم هذا اللاعب، والهدفين كانوا في مرمى الوصل في زعبيل في لقاء الدور الأول مباراة الأهداف الخمسة. كرة جميلة تلعب، خطيرة في الله، لا زالت قوية، وحارس المرمى موجود السناني، حارس المرمى موجود السناني، لكن بين فترة وأخرى نشاهد بنياس خطير، نشاهد بنياس يصل، نشاهد بنياس يسدد، نشاهد بنياس يتوعد في المباراة الآن. مرور، الله على المرور، الله من جانب عبد الرحمن صالح، يفقد كرة الماضية، تعود لي فواز عوانه، هذه الطويلة يا فواز، هذه الطويلة نعم طالت على الكل وتحولت لتكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. يفكر عميقا هذا الرجل، 55 سنة، مدرب واضح أنه عنده شيء، لكن أنت بحاجة إلى الأدوات، الأدوات، وكما يقول ليس مهما أن يرضي المدرب اللاعبين، بل مهم جدا أن 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 يقنع الكل. لأن المدرب ما جاء لأن يرضي اللاعبين أو لا، المدرب جاء لأن يكون فريقا متكاملا، فريقا منافسا طبعا، هو والإمكانيات الموجودة عنده. بعض الفرق طموحها واضح ليست البطولة، وبعض الفرق لا شك طموحها البطولة. هذه محاولة في هذا المكان، ضربة ركنية للوصل، ضربة ركنية للوصل، الكرة اللي أبعدها خميس المهيري، والوصلاوية الحاضرين القادمون من دبي، عندك التيشيرت الأصفر، وعندك أيضا الوقوف، وعندك الاستعداد، وعندك الترقب، وعندك الانتظار، وعندك التحفز، وعندك المدرب الذي حتى الآن يقود قافلة دورينا، يتقدم الجميع، ولديك ضربة ركنية تحضر الآن في هذا
التوقيت. فابيو ليما يتقدم الآن لتنفيذ ضربة ركنية لفريق نادي الوصل، تلعب عالية بهذه الصورة وإبعاد، إبعاد أيضا من جانب أجواو فيكتور، لكن عندك صافرة قبل ذلك كله، والصافرة على وجود ضربة مرمى في الكرات الماضية. هذا هو عمر العلي حكم المباراة إلى أجواو فيكتور. شوط ثاني من المباراة، ممكن كان في إمكانية تعويض بعد الشوط الأول، لكن الشوط الثاني ما عندك مجال للتعويض. من يسجل الآن لا شك، محاولة باتجاه فابيو ليما، ليما مرور في الأولى بعد ذلك إبعاد في الثانية لجواو فيكتور. فريق نادي بانياس يريد أن ينهي معاناة المباريات الثلاث الآن، بما في ذلك مباراة اليوم. أتحدث عن معاناة إنه ما يسجل، ما سجل أمام العين خسر، ما سجل أمام النصر خسر، والآن أيضا ما سجل وحتى الآن خسران. هذه محاولة عالية خطيرة بالرأس لكن تنشال وتصل لعلي صالح، لعبد الرحمن صالح، إبعاد الكرة للأمام. يحاول كايو كاريدو لكن أقرب المدافع خميس المهيري إلى ساشا. بنياس يتحسن بالمناسبة في مباراة اليوم، النتيجة الأكبر كانت ولا زالت بينهم 6-6 للوصل في عام 96. محمد عمر هاتريك فهد خميس الأسطورة، هدف سهير بخيط الأسطورة، هدف علي حسن لاعب الوسط الدولي الإماراتي، هدف في مباراة كانت ولا زالت أكبر نتيجة في تاريخ لقاءات الفريقين. هذه محاولة جميلة كانت الفكرة من جانب أبو ناموس، لكن علي صالح يقرأ الكرة الماضية للأمام. محاولة تعود أيضا لفابيو ليما، فابيو ليما أشاهد الكولومبي ربما في فريق الوصل يجري عملية الإحماء، وكرة طالت في لاعب في الوصل اللي هو الكولومبي دانييل بيدروزو 19 سنة. بيدروزو عملية الإحماء، طبعا كل اللعيبة يجرون عملية الإحماء حتى يكون طبعا عندما يستدعيهم المدرب يكونوا جاهزين، لكن عندك أبو ناموس صاحب الكرة الماضية في نادي بنياس. أول الجولات في الشهر الفضيل، خميس صالح إسماعيل، بنياس يتحسن، يأتي بكرة عالية بعيدة، بعيدة يا خميس، بعيدة يا خميس. البنياسي كان ينتظر الأفضل في الكرة الماضية، ولديك هنا طبعا عملية الإحماء، تبديلات، هذا ربما يكون برستيج في نادي بنياس. سيل سامويل، لا سيل سامويل برستيج اللي جاهم طبعا من فريق نادي برستيج كان في عدمان، برستيج كان في عدمان. لكن شوط ثاني من المباراة، تعدينا ساعة الآن، ساعة ودقيقتين من عمر الشوط، من عمر المباراة ككل، ولا زالت نتيجة الشوط الأول 1-0 هي النتيجة الحاضرة حتى الآن. تاولت لنيكيتيه ما شاهدناه، هذا اللاعب بدايته كانت أفضل، نيكيتيه طبعا بدايته كانت أفضل، لاعب الاتحاد السعودي، لاعب الوحدة في مكة المكرمة، لاعب الاتفاق في الدمام أيضا، وجاء بسجل جيد لا شك في ذلك، بداياته جيدة كانت، أشاد الكل ببداياته الأولى، لكنه بعد ذلك طبعا 5 أهداف فقط في الدوري حتى الآن، 5 أهداف من 17 هدف. فريق طبعا يعاني دفاعيا على مستوى الهجوم، ثالث أضعف خط هجوم بعد حجة ونادي الإمارات. وعندك تبديل، عندك تبديل الآن، أبو ناموس يترك أرضية الملعب، أبو ناموس، بينما صاحب القميص رقم 19 فيالجو أمبونغو، أمبونغو هذا اللاعب أمبونغو، نعم فيالجو أمبونغو 23 سنة مكان أبو ناموس، تبديل في المباراة الآن، لعب مهاجم منتظر أنه يعطي الإضافة. وبنياس كما ذكرت يتحسن في الشوط الثاني من هذه المباراة، كرة تلعب من جانب فواز عوانة ولكنها بالخطأ، بالخطأ إلى فابيو ليما، مرتدة سريعة. الوصل الآن في حالة هجوم مرتد لعبد الرحمن صالح للخلف إلى يوسف المهيري،
للخلف ايضا لابو بليتي لاعب لا شك انه بقيمه فنيه كبيره جدا. بوبليتي ما يسجل اهداف بالمناسبه في كل البطولات، عنده هدف واحد فقط مع نادي الوصل، ولكنه يقدم عمل كبير جدا على مستوى استرجاع الكره، ضبط ربط الدفاع بالهجوم، الكره تطلع من قدمه صح، يقطع كره بصوره ايجابيه كبيره. اتكلم عن بوبليتي الارجنتيني، محاوله، شوف اللاعب الارجنتيني تاخذه وانت مغمض، هذه قناعه عندي شخصيه للامانه. لاعب الارجنتيني نادرا ما تشوف لاعب ارجنتيني مستواه اقل من المتوقع. الارجنتينيين دائما يعني في كل مكان يقدمون، بالنسبه لهم كره القدم لا شك في ذلك يعني فيها الكثير جدا من ومحاوله مستمره الان تعود لفريق نادي الوصل. كره جميله لنيكولاس خيمينيز يتقدم لكن من امامه تبعد سير النوبي يسترجعها بنياس، يتحسن كما ذكرت في الشوط الثاني من مباراه اليوم، وفيها مرور لسهيل النوبي ياتي بالعرضيه الان لكنه امامه عبد الرحمن صالح، وعبد الرحمن صالح اخذ الكره، وعندك خطا الان على سهيل النوبي صديق الامس منافس اليوم يتعرض للخطا من سهيل النوبي. والحديث هنا بين كايو كانيدو وبين او علي صالح، عفوا علي صالح، وهذه اللقطه هذه اللقطه سهيل النوبي طبعا صديق الامس منافس اليوم. هذا سهيل النوبي هدف واحد فقط في الدوري هذا الموسم في مرمى خورفكان في هذا الملعب يوم ما فاز بنياس 1-0 هو اللي سجل الهدف الوحيد. عندك حسن ابراهيم، عندك ايضا اداما ديالو، تتوقعون مكان مين؟ مكان كايو اقرب، كايو اقرب لانه ما راح يطلع لاعب في خط الوسط، ما راح يغامر اكثر انه يطلع لاعب خط وسط ويدخل اداما ديالو يكون ثنائي موجود للامام، فالاقرب انه يطلع كايو كانيدو في المباراة مع انه صنع الهدف لكن ايضا اداء اقل لان في جهد كبير في المباراة. هذه محاولة مباراة لا شك انها هي مهمة جدا للفريقين، مرور من جانب جاستون سواريز، خميس صالح اسماعيل، محاولة مستمرة سير النوبي في الكرة الماضية ويوسف المهيري حولها إلى ضربة ركنية، سلامات ايضا للاعب اللي هو فواز عوانة، هذه الكرة اللي أصيب من خلالها فواز عوانة مع علي صالح، ضربة ركنية لبنياس عالية وللأمام خطيرة، إبعاد في الكرة الماضية لازالت مستمرة، تعود الآن لفريق نادي الوصل وفي رمية تماس، وعندك بديل، عندك تبديل، لازالت الكرة في أرض الملعب. محاولة لبنياس، صار الفريق اللي عنده كرة أكثر في الدقائق الماضية هو المستحوذ أكثر في الدقائق الماضية في المباراة. ساشا لجواو فيكتور ممكن يأتي بالعرضية العالية لكن يتركها إلى زميل، خطيرة إبعاد وهذه مرتدة للوصل لكن يسترجعها فريق نادي بنياس مرة أخرى والكرة تبعد أيضا لخارج أرض الملعب. والآن سنشاهد تبديل هنا وتبديل هناك. اي نعم مثل ما توقعت تماما، كايو كانيدو يترك ارض الملعب وعمل مجهود كبير صنع الهدف ويترك ارض الملعب الان، وعندك في الجانب الاخر ايضا، عندك في الجانب الاخر في تبديل ايضا في بنياس، عبد الله سلطان البلوشي سيكون البديل في المباراه الان، عبد الله سلطان البلوشي. كايو يترك ارضيه الملعب وميلوش يتحدث مع الحكم الرابع في المباراة الآن، وعيسى علي كذلك الحكم الرابع بالمناسبة هو نواف أو وليد القرمطي الحكم الرابع في الثاني، لا وليد القرمطي اللي هو الحكم المساعد الثاني، بينما محمد غليطة المساعد الأول في المباراة لعمر العلي. مباراة تستمر الآن، شوط ثاني بدون أهداف، عمل من جانب الفريقين في الجهة اليمنى
سهيل النوبي مرور لكن من امام بوبليتي. هذا اللي كنت اقول عن بوبليتي، عن ادائه وعن دوره في ارض الملعب. ادوار ربما لا يشاهدها المشاهد الا اذا ركز كثير في كل كره تصل الى بوبليتي. اللاعب دائما الجيد تعرفه لما يكون مضغوط. لاعب لما يكون مضغوط تعرف قيمته بالنسبه لي. طبعا اتكلم عن شوف التبديل الان نيكولاس خيمينيز أداما ديالو أداما ديالو لا لا زال في ارض الملعب بالمناسبه، لا زال في ارض الملعب. اتكلم عن اي نعم كايو كانيدو لا زال في ارض الملعب. انا في لحظه كان مثل ما اشوف كان وكان يستعد للمغادره في ارض الملعب. مباراه مستمره، تقدم الوصل منذ الشوط الاول مستمر. وبالنسبه للوصلاوي هذا المهم، بالنسبه للوصلاوي ما عاد الان مهم ان يقدم اداء جميل، كرة قدم جذابة، كرة قدم ممتعة، كرة قدم ساحرة. لا، الآن المهم بالنسبة له الفوز والاستمرار في الصدارة والاستمرار بلا خسارة، وأيضا توسيع الفارق مع الآخرين، مع المنافسين الآخرين. رأيت طبعا عنده مباريات أقل، كونه أيضا شارك في دوري أبطال آسيا مرحلة متقدمة. كل الإمارات خلف الزعيم لا شك في ذلك، لأن أن يذهب نادي إماراتي إلى أبعد نقطة في كرة القدم الآسيوية فذلك إنجاز كبير لكرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة. انطلاقة الآن فيها مرور لكن بالخطأ من جاسون سواريز، تعود إلى ليما، تنقل إلى أداما ديالو. أداما ديالو محاولة مستمرة لأداما ديالو، يأتي بكرة جميلة، الفكرة ذكية لكنها طالت ووصلت عند حارس المرمى فهد الضرحاني. الشوط الثاني الدقائق العشرين الأخيرة من عمر هذه المباراة الآن. شوط ثاني عمر المباراة، العمل مستمر. الكرة لفريق نادي بنياس. بالنسبة لجمهور الفريقين أكيد أن الأعصاب كل ما قربت المباراة باللحظات الأخيرة كل ما كان الخوف، الخوف والتوتر. أنا متأكد في ناس الآن يعني في الفريقين. أصلاوي ترك الشاشة، غادر المنزل يتمشى، يضيع بعض ال ينقص عن نفسه، توتر. هذه محاولة خطيرة لأن بنياس عنده محاولات خطيرة في المباراة الآن. رمي التماس عن طريق سهيل النوبي، خميس صالح إسماعيل، موجود بوبليتي قريب منه، يعيد الكرة إلى ساشا. أداء بنياس في الشوط الثاني أفضل من أداء في الشوط الأول، استحواذه على الكرة في الشوط الثاني أفضل من استحواذه في الشوط الأول. عن طريق ساشا الآن عند الكرة، يتقدم في الجهة اليسرى، محاولة مستمرة من جانب جواو فيكتور، تعود لنادي الوصل من سياكا سيدي بي. هذه لعبة الآن من جانب بوبليتي، فقدها في هذا المكان وهذا التوقيت، والكرة تلعب وتبعد. خميس المهيري مرة أخرى لخميس إسماعيل، محاولة مستمرة لساشا المدافع الدولي الصربي للخلف الآن. هذا عبد الله البلوشي، عبد الله سلطان، كرة فيها مرور وفيها خطأ في اللعبة الماضية لنادي بنياس. بنياس كما ذكرت استحواذ أفضل، يتراجع الوصل للحفاظ على الهدف الثمين والنقاط الثلاث الثمينة جدا. والكرة تلعب وتعود الآن لراميرز، جاستون راميرز لسهيل النوبي. هذه لعبة كانت لبنياس، وصلت الآن للوصل، نقلت الأمام وتعود لبنياس الفريق المستحوذ، الفريق اللي عنده كرة الآن من جاستون سواريز لخميس إسماعيل مرة أخرى. سهيل النوبي مهاري هذا اللاعب لخميس إسماعيل، يأتي بالعرضية، العرضية جميلة والكرة خطيرة والفرصة قائمة والكرة تبعد 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 بهذه الصورة، لكن ضغط رهيب من جانب فريق نادي بنياس
في هذه المباراة في هذا الشوط، الشوط الثاني من هذه المباراة. الآن سيناريو مختلف تماما، الوصل كان أفضل، أخطر، أكثر استحواذا في الشوط الأول، الصورة تغيرت في الشوط الثاني. نشاهد بنياس هو الفريق اللي عنده استحواذ أكثر ووصول أكثر أيضا على المرمى، وفي لاعب مصاب الآن، في لاعب مصاب من لاعبي فريق الوصل يوسف المهيري. سلامات إن شاء الله تعالى، سلامات. طبعا مباراة الوصل القادمة في تكون في ملعبها أمام خرفكان في أواخر شهر مارس، أواخر مارس، بين مباراة بنياس القادمة أمام الإمارات خارج ملعبها، وهذه مباراة مهمة جدا لأن أيضا الإمارات موجود في المركز الـ14 والأخير. بنياس ليس ببعيد عنه في المركز العاشر، تعليمات من جانب المدرب السيد ميلانيتش، يقدم مباراة جيدة للأمانة. وبنياس يعني في كثير من المباريات هذا الموسم قدم مباريات جيدة، وهذا ما كان كافي للفريق انه يتعادل على الاقل. قدم مباراة كبيرة جدا امام العين في العين في بداية الدوري، خسر 2-3، قدم مباراة كبيرة جدا ايضا امام الوصل في دبي، خسر 2-3 كذلك ايضا، وقدم مباراة ايضا كبيرة امام شباب الاهلي في هذا الملعب، خسر 1-2، قدم مباراة جيدة أمام النصر، خسر بهدف للا شيء، قدم مباراة جيدة أمام العين في هذا الملعب، خسر بهدف للا شيء. ولذلك يعني في شيء ناقص في 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 أداء السماوي. شوف قيمة حياتي إن لم أكن وصلاوي، هذه العبارة أيضا الأخرى التي طبعا تكتب. هذا سابيروفيتش، هذا حسن إبراهيم، بينما الدولي الإماراتي علي سالمين، ومن الأسماء المختارة من جانب باولو بنتو مع منتخب الإمارات الوطني يوسف المهيري. سلامات إن شاء الله تعالى. ولدينا بديل قادم في المباراة، يمر الفريق بالنسبة للوصل، الفريق ما في فريق في العالم يكون دائما في نفس التركيز ونفس المستوى، يحدث بعض الهبوط في الأداء، لكن إذا حدث ذلك فيتمنى بالنسبة لجمهور هذا الفريق أنه ما يكون الدروب كبير، لأن إذا كان الدروب تراجع كبير جدا يكون هني يعني بداية ربما التراجع للفريق ككل. أحيانا تفوز وأنت مو بجيد، وهذه أيضا لا شك تحسب للفريق. في بعض المباريات الوصل فاز ما كان جيد، لكنه أيضا عنده هذه القدرة، أحيانا تكون جيد تكون النتيجة والأداء والمتعة، هذا ما يحضر كل يوم بالنسبة لكل فريق. يعني حتى برشلونة الفريق الخرافي مع غوارديولا في طبعا 2009، يعني اوكي فريق ساحة لا شك في ذلك، ولكنه ايضا مر في بعض الاوقات الصعبة في عالم كرة القدم، هذا يحضر. لكن عندك كمحاولة هنا في هذا المكان، الشوط الثاني من المباراة عند الدقائق الان رقم 78 على بعد 12 دقيقة من هذه المباراة، يتركها عبد الرحمن صالح، يتركها الى ان تكون، لا ما تركها، يرسل الامام الان الى ديالو، ديالو يفقد كرة الماضية، بنياس صار له فترة هو الفريق المستحوذ، والوصل صار له فترة متراجع في وسط ملعبه يدافع عن فوزه الثمين جدا في المباراة الآن، يعتمد على مرتدة ربما تأتي من جانب اللاعب ديالو، لاعب سريع في ظل تقدم مدافعي بنياس، هذا منتظر، هذا تاولنت، هذا المقدوني، محاولة المرور، سهيل النوبي في الكرة الماضية، محاولة المرور لكن يفقدها علي صالح، خميس اسماعيل، ورمي التماس لفريق نادي بنياس، الفريق المستحوذ، الفريق اللي عنده كرة من جاستر سواريز لعبد الله النوشي، عبد الله في مكان جميل، خميس اسماعيل ممكن ياتي بالعالية، لا زال يملك كرته، كرة للامام لكن يفقدها ايضا، وتعود الى علي صالح في هذا المكان الى ديالو، الوصل في الطريق لأن يجري عملية التبديل مرتين قادمة الآن، كرة من جانب ديالو،
ديالو عند الكرة يعيدها للخلف إلى علي صالح، هذه مرتدة، هذه خطيرة للوصل الآن علي صالح والتسديدة والكرة بتمر إلى ضربة مرمى في الكرات الماضية. نعم عندك سافيروفيتش حارس وعندك علي سالمين وكايو كانيدو سيادتك أرضية الملعب الآن. المرة هذه يقولهم لا، هو مو براضي يطلع، هو ما يبغي يطلع. لا حتى تغيير علي صالح سيترك أرض البال. علي صالح، علي صالح التبديل الثاني، من التبديل الثاني؟ كايو، كايو يترك أرض الملعب من الجهة الأخرى. أنا ما أدري ليش راح من الجهة الأخرى، لأنه راح يمشي مسافة طويلة، لكن ممكن متعمد لأنه يمر على جمهور الوصل. علي صالح يترك أرض الملعب، كايو كاريدو يترك أرضية الملعب، علي سامي سيكون في خط الوسط، وحارس سافيروفيتش سيكون كالعادة مكانه في خط الهجوم. بالتالي هذه التبديلات من جانب المدرب، شوف كايو كاريدو مكان علي سالمين، سافيروفيتش مكانه أيضا مكان اللاعب علي صالح، وبالتالي تبديلات أيضا في المباراة في اللحظات الأخيرة في الدقائق العشر الأخيرة من هذه المباراة الآن. لصالح غاستون سواريز، للدولة اللاعب المقدوني كرة في هذا المكان، محاولة مستمرة فيها مرور فيها تقدم من جانب الدولة لسهيل النوبي. سهيل النوبي عرضية للأمام، كرة مرت من الجميع، لازالت مستمرة لجواو فيكتور. العرضية الآن، العرضية الآن، العرضية موجودة لكنها أيضا أطول من الجميع إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. شوط ثاني يتلاعب بأعصاب المحبين العشاق للفريقين. شوط ثاني طبعا فيه العمل الكبير، وهذا الرجل لا يريد خسارة ثالثة على التوالي بهدف للاشي. لدينا فريق لا يستقبل أي هدف في آخر ثلاث مباريات وقد تكون رابعة على التوالي، وما بين فريق لا يسجل أي هدف في آخر ثلاث مباريات على التوالي. فريق نعم لا يستقبل أي هدف في آخر أربع مباريات على التوالي اللي هو الوصل، وفريق لا يسجل أي هدف في آخر ثلاث مباريات على التوالي. هذا طبعا يعطيك انطباع لماذا الوصل متصدر وبهذه الأرقام، ولماذا بنياس في المركز العاشر يعاني طبعا بهذا الرصيد. هذا جواو فيكتور أحيانا تقدم مباراة جيدة، هذا لا يكفي. رمي تماس عن طريق فابيو ليما. 1-0 من الشوط الأول لأداما ديالو. وجود كرة إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية، أو سياكا سيني بي عفوا، سياكا سيني بي لخميس البهيري لساشا. الفريق المتحكم في الشوط الثاني، الفريق الأفضل في الشوط الثاني، الفريق المستحوذ على الكرة في الشوط الثاني، إنه صاحب الأرض برياس في وسط الملعب. تاولت الوصلوية يتراجعون يدافعون بما في ذلك ليما، الحفاظ على الفوز الثمين، الحفاظ على الوصول إلى النقطة رقم 42 من جانب غاستون سواريز لعبد الله البنوشي. كرة باتجاه ساشا إيفكوفيتش إلى جواو فيكتور، نقلات لفريق نادي البنياس عن طريق بونجو في الكرة الماضية. هذه محاولة مستمرة إلى غاستون سواريز، والكرة لازالت الآن لنادي بنياس في هذا المكان الخطير. العرضية موجودة، الركنية تحضر في الكرة الماضية، اصطدت في عبد الرحمن صالح. عندك ضربة ركنية، عندك ضربة ركنية. شوف هذه النقلة، هذه الكرة هنا، السهيل النوبي جاء بالعرضية، اصطدت في مدافع نادي الوصل عبد الرحمن صالح ووصلت إلى ضربة ركنية. يرفع إيده يطالب بشيء، ما في شيء بالمناسبة، ما في لمسة يد كانت، لكن ضربة ركنية عالية بهذه الصورة، والمحاولة مستمرة والإبعاد في الكرة الماضية لازالت قائمة. الكرة تبعد ومرتدة للوصل الآن، مرتدة للوصل الآن إلى أداما ديالو للأمام، يفقدها كذلك، تعود لفريق نادي بنياس. مستحوذ بنياس
ويتراجع الوصل بصورة كبيرة جدا في الشوط الثاني من المباراة، لأنه يرى بأن بنياس نعم عنده نوايا كبيرة في الشوط الثاني من أجل التعادل على الأقل في هذه المباراة، المباراة اللي تصل الآن إلى الدقيقة رقم 84. 6 دقائق أخيرة تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وبالتالي نعم نحن أمام مباراة أخرى لا زالت، والأمام دقائق أخرى لا زالت الآن الكلمة في أرض الملعب. محاولة مستمرة، فيها محاولة المرور يفقدها لاعب فريق نادي الوصل وتعود لفريق نادي بنياس. الشوط الثاني من المباراة، لحظات أخيرة، دقائق أخيرة، دقائق التعب المحبين، التعب العشاق، فيها ترقب، فيها انتظار، فيها خوف، فيها قلق، فيها رمي التماس الآن لفريق نادي الوصل. هذا خميس إسماعيل، صالح إسماعيل، وبالمناسبة بدأ مهاجم، ولكن بعد ذلك المدربين لبنياس يعني وظفوه في مركز الظهير الأيمن. مباراة مستمرة، سلامات إن شاء الله تعالى لرودريغو أوليفيرا. رودريغو أوليفيرا يعني باستثناء في كل الدفاع تقريبا، يعني ميلوش دائما تشعر بأنه هو يعني في كل مباراة يفاجئك بالجديد، يعني بعد غياب سالم العزيزي، رودريغو أوليفيرا، سفيان بوفتيني، يوسف ميري يلعب في بعض المباريات، البرازيلي بيريز في بعض الكولومبي بيريز في بعض المباريات، الكوري الجنوبي الضيف الجديد يلعب ايضا اليوم لا يشارك، عبد الرحمن صالح في بعض المباريات يبدا اساسي في بعض المباريات لا تشاهده في قائمه الفريق الاساسيه، وبالتالي نعم يعني دفاع متحرك بالنسبه لهذا الرجل ميلوش، كما ذكرت ربما المدرب الذي جاء لان ينسي الوصلاوية اسم كبير جدا وهو رودولفو أروا بارينا. وحقيقة انك يعني تذكر مدرب بالخير هو ما فاز معاك بالبطولة، هذا لانه قام بعمل كبير جدا. بالمناسبة اتكلم عن رودولفو أروا بارينا، يعني ثاني الدوري 2017، وصيف الدوري والكاس في عام 2018، ربما كانت من السنوات اللي الوصل فيها اقترب اكثر من اي وقت مضى من ان يعانق طبعا بطولة الدوري. خروج لرودريغو أوليفيرا، خروج لرودريغو أوليفيرا، وعندك بديل، عندك بديل صاحب القميص رقم 18 اللي هو مالك جرعير، هذا اللاعب السوري مالك جرعير، سوري المقيم. هذه فرصة أيضا المقيمين في الإمارات، لا شك المواهب عندنا، مواهب من الدول العربية، مواهب من كافة الجنسيات، أيضا استغلالها لا شك فرصة كبيرة لا شك للأندية. بنياس في الشوط الثاني، المباراة الآن في الدقيقة 87، دقائق 3 أخيرة مثيرة جدا، في ضغط من جانب بنياس، كرة خطيرة، فرصة وإبعاد، إبعاد، إبعاد، لكن ياهو ضغط رهيب، ياهو ضغط رهيب من جانب فريق نادي بنياس في المباراة الآن. في تبديل، دخول لمالك جنعير المقيم السوري مع فريق نادي بنياس أو فريق نادي الوصل، وخروج طبعا لرودريغو أوليفيرا المصاب الآن، والمباراة فيها ضربة ركنية، والمباراة فيها ضغط رهيب من جانب بنياس، إبعاد في الكرة الماضية، إبعاد، ولا زالت المحاولة، يوسف البهيري هو اللي أبعدها بالرأس، ارتقى فوق الكل، الكرة تذهب وتعود لجواو فيكتور، كل الوصلاوية يدافعون وكل لاعبي بنياس يتقدمون للأمام، وهذه محاولة قائمة، والإبعاد من جانب ديالو. شوف حتى الضرحاني، فهد الضرحاني حارس مرمى وين موجود؟ موجود أمامك الآن، لأن الكل يتراجع في الوصل في راية، ولدينا إصابة، ولدينا كرة مستمرة، ولدينا كرة مستمرة نعم لفريق نادي بنياس، لجواو فيكتور، فريق بنياس نعم يقدم مباراة كبيرة، هل هذا كافي لأن يعود على الأقل بالتعادل في مباراة مثيرة جدا؟ المباراة تقترب من الدقيقة 89،
والكل يتراجع في الوصل، الكل يدافع في الوصل من أجل الحفاظ على الفوز الثمين والنقاط الثلاث والاستمرار في الصدارة وتوسيع الفارق. هذا هو ليما، في انذار يرفع، لا ما في انذار، في ضربة حرة مباشرة. عمر العلي الآن، وعندك جاستون راميرز، الدقيقة 89 بانتظار الوقت المحتسب بدل الضايع. كرة تلعب لجواو فيكتور في الجهة اليمنى، اصطدت في علي سالمين في ضربة ركنية لفريق نادي بنياس. هذا علي سالمين الدوري الإماراتي مع باولو بيتو في قادم الأيام مباراتي اليمن ذهابا وإيابا. ونقترب من الدقيقة 90 وبنياس أيضا عند كرات خطيرة، عند محاولة قائمة كرة تبعد إلى ضربة ركنية. ياهو ضغط الآن، ياهو ضغط، من الذي يدافع؟ الكل يدافع، النظرات من جانب فابيو ليما، ولدينا مباراة عند الدقيقة 90 على بعد 30 ثانية الآن من الوصول إلى الدقيقة 90. هذا الرجل يقدم مباراة كبيرة، ولكن حتى الآن هذا ليس كافيا، هذا ليس كافيا. في طبعا المباراة تتوقف الآن، ضربة ركنية راح تكون عالية، الكل موجود في منطقة الجزاء، الكل متأهب، كرة عالية بالرأس تلعب ولا زالت مستمرة، ولدينا خطأ ويتنفس الوصلاوية الصعداء. 7 دقائق وقت محتسب بدل الضايع، 7 دقائق الوصلاوي يقول 7 دقائق من وين جت؟ ومحب بنياس يقول لك يا أخي 7 دقائق بس 7 دقائق. لذلك دائما طبعا 7 دقائق يراها الوصلاوي طويلة جدا، يراها البنياسي بأنها هي بتمر مرور الثواني، لكن خطأ لفريق نادي الوصل، خطأ لفريق نادي الوصل. محاولة تلعب للأمام الآن، محاولة خارج أرضية الملعب. شوف الوصل يتعامل بذكاء مع المباراة، المباراة تدخل في الوقت المحتسب بدل الضايع، الدقيقة الأولى مرة، باقي 6 دقائق. الوصلاوي كما ذكرت يرى الدقائق السبع بأنها هي مسافة طويلة جدا. رمي تماس من جانب عبد الرحمن صالح، من المرات القليلة بالمناسبة في الشوط الثاني اللي يشوف فيها الوصل رايح أكثر الآن خطأ. الله الله الله، الوصل أوقات الوصل الجميلة مستمرة، أوقات الوصل الجميلة مستمرة، والوصلاوي يقول يا عساها دوم. إي نعم، أوقات الوصل الجميلة مستمرة، والوصلاوي يقول يا عساها دوم، يا عساها دوم. هدف وصلاوي، هدف وصلاوي، قاتل قاتل قاتل. هذه اللعبة، التسلل غير موجود، استلام استلام ونهاية. السويسري السويسري السويسري، استلام ونهاية. وأوقات الوصل الجميلة مستمرة في الدوري، في الدوري، في الدوري. أوقات الوصل يحتفلون لأن الهدف الثاني يريح الوصلاوي، يريح الوصلاوي وينهي المباراة بصورة كبيرة جدا. نعم 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 نعم، هدف ثاني. بالمناسبة ما في تسلل، اللمسة كانت راقية جدا من ليما. الاستلام حكاية، الاستلام حكاية، النهاية بعد ذلك سعيدة، وأوقات الوصل الجميلة مستمرة، والوصلاوي ويقول بصوت عال يا عساها دوم، في إشارة طبعا إلى الوصل الذي تراجع بصورة كبيرة في المباراة للحفاظ على الفوز، وعندما جاءت الفرصة استغلها استغلالا مثاليا. وليما صناعة مثالية فاخرة جدا بالفعل، الصناعة. وبعد ذلك طبعا يأتي هذا اللاعب يسجل هدفه في المباراة الآن، وتكون الأمور هذا الهدف السابع بالمناسبة لحارس أميروفيتش، 7 أهداف في الدوري مع مباريات طبعا كثيرة ما شارك كأساسي. هذه لعبة الآن، إبعاد من جانب أبو بليتي، 2-0، الوصل للمباراة الرابعة على التوالي لا يستقبل أهداف،
وبنياس للمباراة الثالثة على التوالي لا يسجل أهداف في مباراة تقريبا بصورة كبيرة انتهت للإمبراطور. هذه لعبة حلوة، لكن يعني عندك فترة توقف دولي أسبوعين، أنت متصدر، أنت توسع الفارق، أنت تبقى بلا خسارة. دائما الفريق اللي بلا خسارة دائما يتربص به الجميع، يتربص به الجميع. هذه محاولة كرة فيها مرور، جواو فيكتور، العرضية خطيرة والإبعاد في الكرة الماضية، والدقيقة الرابعة من أصل طبعا 7 دقائق، باقي 3 دقائق. هذا الرجل قدم مباراة جيدة مع فريقه، هذا لا يكفي حتى الآن، هذا لا يكفي حتى الآن. محاولة عالية، كرة جميلة، إبعاد من جانب بالفعل خارج السيناري، بوبليتي أبعدها في الكرة الماضية لحارس مرمى فهد الضرحاني. هل يتعرض نادي بنياس لخسارة الرابعة في ملعبه؟ خسارة الرابعة في ملعبه، عنده 4 فوز هنا، عنده تعادل، عنده الآن 4 هزائم، كان عنده 3 هزائم في ملعبه، والآن يتعرض للخسارة الرابعة في ملعبه، وبالتالي أيضا يعاني. هذه محاولة خطيرة، لا زالت كرة جميلة لبنياس، ولا زالت، وجاسون سواريز يأتي بالعرضية، إبعاد. دفاع نادي الوصل مترابط، يشارك من يشارك، يغيب من يغيب، دائما يشاهد الفريق بالفعل على المستوى الدفاعي لا يعاني. هذه محاولة باتجاه الآن سابيروفيتش، لكن لمسة الهدف الثاني، استلامة للكرة ويكسب خطأ بذكاء. هذا خطأ كسب اللاعب السويسري بذكاء كبير جدا. رجع بنياس دافع، حول فريقه من الوضع الدفاعي للوضع الهجومي. تمر دقيقة مثلا وتقرب فريقه أكثر من الفوز، والوصل يتعامل في مباراة ربما. هذه محاولة كرة في هذا المكان للأمام في ضربة ركنية، في ضربة ركنية. إي نعم، أوقات الوصل الجميلة مستمرة. المباراة رقم 16، الفوز رقم 13، 3 تعادلات، ما في خسارة حتى الآن لمتصدر الدوري. وبالتالي فريق في ملعبه خارج ملعبه يعرف دائما كيف يتعامل مع ظروف المباريات. هذا داما ديالو وفابيو ليما يبغون ينفذون ضربة ركنية أرضية، ما يبغون يلعبون كرة للأمام عالية، لكن هذه عشان يكسبون وقت. حاول خسرها ليما في الكرة الماضية. الدقيقة الآن والأربعين ثانية الأخيرة من عمر هذه المباراة. الآن عبد الرحمن صالح، وفي خطأ وفي إنذار على عبد الله البلوشي اللي دخل، شاب جيد شارك في الشوط الثاني، عنده عمل جيد في خط الوسط، يرتكب خطأ في الكرة الماضية ضد زميله عبد الرحمن صالح. وبالتالي مباراة نعم تقترب، مباراة نستطيع أن نقول للإمبراطور للوصل لجماهير مبروك، مباراة تخطاها بذكاء، سجل هدف مبكر في الشوط الأول وعاد بعد ذلك، ولكنه صمد أمام محاولات بنياس، وعندما جاء الوقت المحتسب بدل الضايع سجل بصناعة فاخرة جدا من ليما، وبنهاية أيضا من السويسري رائعة جدا اللي هو حارس سابيروفيتش، 7 أهداف تقرب الوصل بالفوز مستحق في هذه الجولة. الوصل لا يتوقف، وأوقات الوصل الجميلة مع هذا المدرب الكبير بيلوش مستمرة، والوصلاوية في المدرجات في بنياس يحتفلون، وفي دبي وفي كل مكان أيضا يحتفلون، لأن الفريق يتخطى مرة أخرى جولة أخرى في دورينا، ويواصل النجاح، يواصل حصد النقاط، يواصل التقدم بثبات، وينتظر ربما الحلم الكبير في معانقة درع ثامنة بعد غياب السنوات الطويلة. هذا الرجل بالفعل قدم للجميع في دولة الإمارات وصلا
مختلفا مختلفا جدا يفوز حتى وهو ليس في أفضل أحواله. هذا حدث في مباراة اليوم، هذا حدث في مناسبات سابقة. هارد لك لبانياس بعد مباراة جيدة وفوز آخر يذهب بالوصل ليقرب من الحلم الكبير. من هنا من أرضية ملعب الكلمة الآن تعود إلى الزملاء في الاستوديو مع الزميل العزيز محمد الجاسم وضيوفه الكرام، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. شكرا للأستاذ علي سعيد الكعبي. في كرة القدم إن كنت تريد المنافسة يجب أن تنتزع كل النقاط، الشكل ليس مهما، هذه هي القاعدة وهذا ما طبقه الوصل في مباراة اليوم. 3 نقاط مهمة بعد الخسارة من الوحدة في كأس أديب برباعية، يعود الوصل ويفوز في هذه المباراة بهدفين دون مقابل. فريق لم يظهر بصورة جيدة جدا ولكن أدى ما عليه في أرضية الملعب، المجموعة قدمت مباراة جيدة ونجحت بانتزاع النقاط 3 وهذا المهم في سباق المنافسة على الدوري.